يا حي الله ابا يوسف. هلا والله. شوف هلا هلا طاح بيدي ربع. انت بتقول حلو شنو؟ ايش فيك تكفى؟ اعطي شنو؟ والله العظيم ما ادري ايش اقول لك يعني، بس ما يعني لا تقرا. لا بس انت شوف. انا كنا اعرف الوجه. لا اقرا الخبر. لحظة. قتلت زوجها لأنه وهو نايم. ما عليه يا أخوي. مو مسيطر بس لهالدرجة عاد. ايش هالسبب؟ ايش هالسبب؟ لأننا سبحان الله بعد بنادم يسهى. لا تقول المشكلة وين؟ سهو وهو نايم. يعني بعد كان زي وهو قاعد ممكن تنهره. ممكن مثلا ممكن تقول اطلع برا الدار. تعطي كومنت معين. صحيح نايم الرجال. بعد واحد وهو نايم. حلم يبا حلم. تفضل. بعد هذا غير واحد يتحاسب وهو نايم. انا قاعد اقول لك بعد لا مو يتحاسب هذا يموت. هذه السلطوية اللي يسمونها. شوف هذه السلطوية في الأمر. أقول لك طاح بيدي ربع. الله. إيه بس أنت عاد ما أدري من هالنوع. شنو؟ ولا من هالنوع. ذكرى حب. يا سلام عليك. إيه. يكتبون يقول اسمع عيدك مبارك. عيدك مبارك بنت عمتك المفضلة بدرية. يا بدرية ربعك اللي ما اعطيته حق ولد اذا هي بنت عمتها اي ولد خالها ربعك عندك وعندي ربعكم عندي انا انا بعرف مريت في التجربه تكتب على الارباع تكتب على الانصاص والدنانير وكذي يعني لا والله انا اكتب على الورق بس ما اكتب على الفلوس اكتب لك على وراء الشجر سافر حبيبي وهجر اطبع في القلوب عيدك مبارك العبد الله بنت عمتك المفضله هو شو في بنات المفضلات يعني بنت عمتك المفضله اي المفضله هاي بنت عمتك المفضله يعني اللي ميزتها اللي الدلع هي اللي الباقه البلاتينيوم بس واضح ان المفضله والسب شنو انها ما اعطتها ربع هذا المفضله ما اعطتها ربع عبد الله وبدريه ان شاء الله بيوم ملكتكم بنحط الربع هذا على الكوشه صح؟ صح بس واضح انه في فارق عمر لان لما يتم تتويج الـ يعني العلاقه المفضله بملكه هذه نهايه سعيده ترى هبه وهبه سالفه الارباع او اي ورقه نقديه انا كاتب صديقي صلاح الزنكوي ايه؟ في الزمان قبل غزو حلو كاتبين ذكرى على ربع دينار كاتبين ذكرى على ربع وللاسف اضطررنا اسفين ان احنا نصرفها بالبقاله لما فذهب معه ضاقت علينا الوسيعه ذهب ايه؟ ضاقت فيك الوسيعه بربع إيه تدري ربع قبل شنو يعني؟ لا إذا تقول لي قبل إيه قبل إيه تجيب لك بونجوم تجيب لك سانكست تجيب لك وهذا شنو هذا؟ هذا عقب جيمين كرة بونجوم وسانكست هذا يعني أنت على منصة تتويج بالبقالة أنت شفت البساطة قبل على قولتك ربع دينار تجيب لك سانكست وبونجوم إيه ثاني إحنا قبل بالفريق نادر كنا يعني راعي البقالة هو من البوطة صح يعني يمون علينا ويوبخنا وإذا يناله قبل حزة الصلاة يقولنا روحوا صلوا وتعالوا يعني والله العظيم حتى البقال ولي والله ولي والله الحين ماكو الحين دزونهم مع الشغالة مع السايق حتى سالفة البقالة هذه ترى تقريبا اندثرت صح؟ يعني خليك المناطق التجارية قبل كانت المناطق السكنية إلا ما بين بيت وبيت ولا براس عائلة تلقى فيه بقالة ما عاد في هذا الامر صار هذا قانون اللي ازال كل البقالات في المناطق السكنيه ثانيا اليران يعني قبل الفريج ام كل يعني بيت هي ام لي كل عيال صح وانا هذه يعني شوف هذه بعكسها ترى يعني الانعكاس هذا احنا نتميز فيه بالكويت خليجيا عربيا يعني هذا الامر ما تشوفه عند الدول الاخرى لان عندهم استقلاليه والجيرة برا يعني إذا كانت ببيت والبيت اليمة ما تروح أبعد من كذي والتأكيد على كلامك أنا أذكر قبل غزو الحكي كان عندنا شفر هذا اللي ما شاء الله تقول بارجة أفهم أن مثلا أمي تأخذني أنا وخالد أخوي ومثلا ولا والديران اللي ويانا في نفس المدرسة خالد كرم ما يشتغل متداول اصلي اي تداول راعي قريشات خلنا احنا فانا بعد تاخذ مثلا محمد ولا فيصل اللي اصلا هم مو مدرستنا بس مدرستهم احدى المدرسه توصلهم ويانا على الدرب يعني انت فاهم يعني سيارتنا عباره عن باص مدرسه يوصل عيال الفريد والله خير
مثلا بالهده لا مثلا ام 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 احمد ولا يارتنا الثانيه إيه هي اللي تردنا وتاخذنا من المدرسه ما فيها عيالها يعني بس شو احنا هي المسؤوله احدى مدرسه عيالها هي المسؤوله وانا هذا الموضوع يا اخي يعني انا الى الام الكويتيه الله يبارك لك في هذه العاطفه اللي تحوفين في عيال الفريج حوف توكلهم تشربهم يتعورون تداويهم كل ام هي ام للكل بس الفترة الحالية كنا افتقدنا هذه متعة الفريج. أي والله. سالفة الأجارات بيوسف اللي زادت في المناطق خلت هذه الفجوة ما بينه وبين الإيران يعني عادي ما أستنكر ولا أستغرب الحين على سبيل المثال لو تقول لي أنت أنا ياري ما عرفت كنت عارف إيرانكم بس أقول لك لو تقول لي ياري ما عرفه ما لومك لأن الإيران صاروا سنتين ثلاثة أربع ينتقل من إلى بلاس قبل يا رجل كنا نلعب بالفريج إن كان عندنا براحة حطينا الكرة وشوتنا ما في براحة بالقار كنا نحط صخرتين ولعب على قول واحد ولا مباراة والسيارات يعصبوا يحمقون بس عادي يعطونك العذر نكبر الجول نشيل سلام عليك تمر السيارة رد نكمل الجيم والسيارة قبل تذكرها لا دشت الفريج اول ما يدش يسوي يترك يعني ينبه العيال في الاخلاقيات يعني كانت شويه الحين ما حد يشوفها بارتفاع ما حد يشوفها والحين الله يعطينا وياك العمر ويا المستمعين والمشاهدين آمين. الحين ان شاء الله يدرش علينا رمضان بتشوف قرقعان حتى قبل صيحه اليهال لما يغنون القرقعان لها وقحه الحين مسجله وياهم إيه. مسجله وياهم شوف انا في جانب تطويري صار اللي قاموا يبون دنابك وطيران هذا ترى قاعد تعطي جو فليفر حلو احنا قبل لا سلم على النوم وصبقه وشربك اي يعني هذا حدنا صح بس هذا التطوير كان حلو هذا لا باس حافظ على الموروث وطوره بس لا تجيب لي مسجله اي بعد لان مو حافظين الحين بس سلم ولا وبعدين لبسنج ما بشيء مسجلة اللي شغالة غير كذي ثاني قبل ما يدزون ويانا الشغالات ولا السواق يدورون ما يدرون احنا بأي فريج صح ضايعين ولا وتذكر قبل لا تلفونات طبعا انا قرقع بالمنطقة اللي انت الحين بتسكنها قريبا انا خيطاني المنشأة القدسية الطفولة في خيطان الله 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 ترعرعت ترعرعت بخيطاني رعرعتك في خيطان سيتي بعدين عاد يوم كبرت لا ابو الحصاني اذكر والله حتى عزمتنا وحاليا بانتظار دوري جنوب سعد اي زين ترى عزمتنا اول ما نزلت في ابو الحصاني اي خوش عزيمه كانت ما تذكر شنو كانت؟ شنو اذكر شنو كانت؟ العزيمه اللي ابو الحصاني نزلت البيت؟ لا هذه تمايم يوسف ولدي لا أنا معلش عبالي كانت الله يحفظه الحين عمره 15 سنة إيه ما شاء الله لا طرفي له بركة أنا حكيت والله نزلت البيت كانت لا كانت عشان قدوم ولي العهد إيه عساه بيت العامر عايشوا على هالطاري ترى أبو سليمان هم خوش يقول لك كل كلمة والثانية يقول لك الله على ذيك الأيام وإحنا من حيث لا نعلم قاعد نسولف الله على ذيك الأيام بس من بطريقة أخرى أيوة. إحنا ليش دائما نقول الله على ذيك الأيام ما هي الأيام إحنا نقدر إحنا اللي نقدر نعيدها صحيح يعني ليش انا اتحسف واقول الله على ذيك الايام معناها اي شيء كنت اسويه ومستمتع فيه بالسابق يا اخي اعيد صياغته الحين من جديد انا شو المشكله؟ انا ماكو مشكله بالعكس استمتع بالذكريات جميل انك ترسم ذكرياتك وتطبقها وتعيشها بازهى الوانها وبعدين تحتفظ فيها في لوحه الذكريات يعني مجرد ما تمر هذه الذكرى الجميله شو تسوي؟ تبتسم بالضبط الحين حتى سالفه النقصه هذه مالت رمضان وغير رمضان قبل يارك يدام لا راح السمك ياب السمك والبحر وزعها على ايران قبل والله لا العظيم اللي قاعد تقوله راح الفرضه شارى هالخضره ولا هالفاكهه والميم والامور هذه كلها تنقص لك صحيح يتنقص لك ويعطيك من راس المرفوع انت الحين يا رجل تشم ريحه غداهم تشهى حتى صحين ما يندز لك شوف اهل الوفا يلفون النداء وانا يعني خلنا ناخذ ام احمد خلينا نشوف الو ام احمد يا مساء الخير اهلا شلونك اهلا ومرحبا اهلا شو الاخبار طيبه مبارك عليك الشهر طيبة. مقدما علينا وعليك عساك من عايزين بنتكلم وياك بموضوع
انت بطفولتك ما يمر عليك عدو، منو تذكرين من بيت الايران؟ ايرانكم منو كانوا؟ اليوم نبي نخليها شويه فيها وفا لايراننا في طفولتنا. الله الله، ايران خيطان. اي كلنا خيطان. يعني انا بنت خيطان. اي ونعم ونعم، جاركم السابق وجاركم من المستقبل الحين وياك. قطعة ثلاثة اللي هي أول كانت أربعة الحين سموها ثلاثة. كان يا محفوظ السلامة، محمود ديكسن حارس مرمى نادي السالمية. ونعم ونعم. أي بطارق العسعوسي الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. عبد الله الصالح الله يرحمه. الله يرحمه. البناي الله يرحمه. نعم. الفريق كلهم يعني توفوا الله يرحمهم. العقيد كان. وليش طولت العمر يا رب؟ الله يسلمك. السبعان. منو؟ طايق. ترى أنا قاعد أمشي بالترتيب ها؟ إيه الفريجي بيت بيتي. ما شاء الله. إيه. منو كان؟ منو كانوا رفيجاتك ذاك الوقت؟ والله وايد كنا سارة، سالم عنبر، فاطمة، برحمة. إحنا ترى كنا نلعب بنات صبيان مع بعض. إيه هذا فريج والله عفوية وتلقائية. كنا نلعب بنات صبيان قميضة والشيطان والألوان والحيلة. هذا الحين وينهم؟ هذه وين؟ والله اندثروا الحين يلعبون اونلاين. شوف موجودين احنا حاليا يعني في بعضهم طلعوا من خيطان طبعا بس ما زلنا متواصلين مع بعض. حلو. خل اقول لك شغله سمي. بالغزو عسى الله يعودها من ايام. امين. كنا نتجمع المغرب بالفريج مع الشوله برا عصيده على مع انه حر ترى عصيده وحر بس نسوي من الفراغه. اي من الفراغه بالضبط بالضبط. والشباب عسى الله يحفظهم ترى للحين متواصلين مع بعض يعني لما تقول ربع خيطان يعني احنا نحكي عن 40 سنه ربع. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله يعني لا يحرمنا من هذه مشاعر الجيره الجميله بالكويت. عساك على القوه يا ام احمد. حياك مشكوره. هلا وغلا. هلا هلا. شفت لي فيديو على طار الوفا من وش الصل ليلى. ليلى يعطيك العافيه ليلى. الله يعافيكم يا هلا ومرحبا. زيرك وبركاته الساعة المباركة. ليلى قاعد نسولف الله على ذيك الأيام وحجوة الله على ذيك الأيام والجيرة والجيران. إي والله فقدناها صراحة. يعني كان أهلنا ما يدروا عنا. مأمنين. صح. يعني علينا عند أمهات جيراننا. صادقة. عادي طول اليوم قاعدين عندهم. إذا سرينا سرينا سالين ونمنا. ما يدرون أمان. أمان. ليلى وين فريجكم قبل؟ أي منطقة؟ الفيحة. 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 والله يا دينها ويا دين ريحتها ولازلنا بالفيحة. بس الله يحفظكم تحياتنا لأهل الفيحة. سهلون. الله مشكورة يا ليلى. ليش مرابين على العدلية ترى. إيه هذا ليلى أبو كميل هو المقاول. صح صح صح. عساك على القوة. هلا هلا ليلى هلا. أبو مريم قوة. الله يجويك يرحم والديك. والديك. شلونك عساك طيب؟ عاد مريم سالفة الجيرة لعبتها. اسألني ليش؟ ليش؟ أنا ما زلت أصر وأقول الجهرة هي المنطقة الوحيدة التي لا تنام. الله. وتبارك الرحمن بيوت أهل الجهرة مبطلة للكل حتى هذه اللحظة للكل. ترى مضرب مثل حتى حتى خارج الكويت معلم. إي والله بالله أنا ما جاملته. ايه؟ أهل الجهرة. ما عليكم زود. أنا أشهد. سولف لنا عن الجيرة. ما أدري أقول. سولف عن الجيرة يا أبو مريم. والله الجيرة شوف أنا يعني من مواليد الثمانينات. صحيح. اللي يقول لكم طولة العمر أجمعني إياك. إلى الآن الجيل اللي قبل اللي هم إخواني وخواتي إلى الآن متواصلين مع جيراننا رغم أن البيوت تبدلت. صح. الناس راحت إلى الآن متواصلين وإلى الآن نفس طبعهم مثل ما هو. من جيرانكم؟ والله بيت الفهد، بيت أبو عدي، مش كثرهم بس يعني مو عوائل يعني معروفة حيل. ونعم فيهم ونعم فيهم. ما عليك زود. إلى الآن متواصلين مع بعض. إلى الآن طبعنا نفس طبع الأول يعني ما يعني أقعد مع بنات جيران الكبار يعني تحس خواتي الكبار عادي أقعد معهم. أبو مريم من قل الصورة يعني إحنا أشوف أنا بعض المناطق بالفرجان صخة وأنا أخوك صخة خرمس تقول هذه القطعة ما فيها سكان معناها هي مأهولة بالسكان. بالجهرة أنا أعتقد الوضع تبارك الرحمن مختلف تماما. يا رجل بالجهرة يعني انتوا قلتوا قبل انا اتكلم ان الدواوين مفتوحه 24 ساعه. صدقت. يعني عادي جارك ما في احد من اهل البيت انت تقهوى وتقهوي نفسك. صح. وتعزم على الديوانيه. انا اشهد. نعم. والله انا اشهد يا والله العظيم الى الان تعنا فيه يا رب. اي والله صادق يا بعد ابو طلال ترى بنتي عليها مو على لها عتب يعني قالت انت ليش ما اعطاني حق المطعم قلت ما كلمتي. عفا عليك عفا عليك بنيتك مالها قاعده تاكل برد. شو اسمها شو اسمها الله يحفظها ما طلبت الا ها سامعك بابا شلونك؟
حبينا. انت شنو اسمك يا الحلوه؟ رهف. وعاشت الاسامي يا رب. ابوك صديقنا وابوك دائما يتواصل معانا، واحنا اليوم بالربح تشكابون من مطعم الستينات دعوه لشخصين. الله يعطيك العافيه. غدا وعشا من اختيارك، كمال العافيه عليك يا رهف. الله يعافيك. شكرا. ابو مريم بس قبل من الجاره، انت وين؟ باي منطقه بالجاره؟ انا سعد عبد الله. ايه حياك الله. عسل الله يحفظك. نورونا. ساعة المباراة تشرفك يا ابو مريم. والله نتشرف يا حبيبي. والله نتشرف. ابو طلال زارنا قبل 13 سنة ترى. صح. تامر. قبل 13 سنة صح. وتعود الزيارة إن شاء الله قريبا. الله يحفظك. يا حبيبي. مشكور. مشكور يا حبيبي. يا هلا يا هلا. مو ملحق أنا بالاتصالات. ألو قوة. ألو. يا هلا. مهند عرفتني؟ مهند منو؟ عرفتني تسلك. منو أنتي؟ أنا أمل. هلا أمل شلون؟ الحمد لله تمام. إيش في صوتك كذي؟ أنا تعبانة مريضة. سلامات سلامات، ما تشوفين شر. حبيت أسلم عليكم. الله يسلمك الله يسلمك. أنت من زمان ما تتصلين فينا. إيه, إيه؟ أنا ما كنت كل ما أدق عليكم ما حد يرد علي. صدق والله؟ إي آسف. إيه؟ والله عندنا يمكن اتصالات وايد ما نقدر. شلون أمك زينة؟ الحمد لله تمام زينة. وشلون شلون الدوام؟ تداومين؟ إيه أداوم. يلا زين، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. يلا زين، منو بيت يرانكم؟ تعرفين بيت يرانكم منو؟ لا ما قاعد معهم. الله يعطيك الصحة. مشكورة مشكورة أمل، شكرا. هذه أمل صديقتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة. يا ربي حفظها يا رب. دائما تتواصل ويانا ودائما تتصل فينا، يعني تحب المارينا بشكل كبير. هذه الفئة اللي أنا دائما أحترمها وأقدرها، وهي أساسا مش أقول لك الطاقة الإيجابية الحقيقية لحياتنا. هم ملهميننا. إي والله عافية عليك، هم بالفعل هم الملهمين. نعم. أقول لك شفت لي فيديو قبل فترة. مجموعة أخوات فاضلات. نعم. كانوا زميلات على مقاعد الدراسة. نعم. وكبروا في العمر، يا مال العمر كله إن شاء الله. واحدة منهم صارت الليدر، تجمعوا كلهم مع بعض وخذوا المشي من منطقة مثلا من نقطة انطلاق لمدرستهم اللي كانوا يدرسون فيها. الله. وخذوا الصورة الجماعية في هذا العمر للتذكار أو التذكير في مرحلة عمرية كانوا أيام الدراسة. هذا أيضا من جزء من أيام الوفاة. على هالطاري أنا ما زلت أقول ثانوية صالح الشهاب. نعم. اللي بمشرف خرجت ما يعني ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مشاهير الكويت في كافة المجالات، كانها رياضية قانونية سياسية إعلامية، وين ما تبي صالح الشهاب. لا تبخس أنس بن مالك بخيطان. تصدق صالح الشهاب تفوقهم؟ لا 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 صدقني. لا 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 صدقني صدقني. شوف. لو تتمحص في مخرجات أنس بن مالك بخيطان يعني أعطيك كلك نظر يعني أعطيك. لا 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 لا, لا. شوف أنت واحد عن عشر واحد عن عشر. مساعد الزامل بصقر. ونعم. صالح الشهاب. بشار عبد الله. صالح الشهاب. صالح الشهاب. منو بعد عندنا؟ والله دكاترة أسنان، يعني أنا دكاترة أسنان وايد. رياضيين لاعبين وايد. محاميين وايد. يتمون عليهم كلهم؟ أنا ودي أجمعهم والله بالله يا أبوي. لا يجيبهم سبونسرات. عندهم عيادات إذا يعني استغل الطفولة شوي. أنا قاعد أسولف وياك نبع الوفا الصافي وعشنا الدافي والله على ذيك الأيام. ما فيها شيء يا أخي، فيد واستفيد يا أخي. لا بس هذا تضارب مصالح، هذا داش على طمع على كذي الحين. ما يصير؟ ما يصير. ما أنا عندي تارجت بحققه. إن شاء الله تحققه. إيه إن شاء الله تحققه. علي قوة. هلا بالحبيب. يا هلا ومسهلا. هلا والله بالكباتن كلهم. عسى الله يحفظك. حياك. فارض لك كابتن نادر. على 2-1. مين يشوف الدوري الكويتي؟ الدوري الكويتي مين يشوفه؟ يبا رب الكعبة. الدوري الكويتي مين يشوفه؟ صدق نادر كرم قبل انضمامه للديوانية والله العظيم كان يعني وايد أنقى. أنقى بس من قاعد عند بو كميل. لا تفس. لا تفس. قام يبيع القضية بسرعة. وعيلة كل كويتاوي أنت؟ لا والله عرباوي. الحال من بعضه. الحال من بعضه. من الغار من المدرب. توني بقول لك والله ما حط الشرنة غير المدرب والله. زين ما تلعبه. خلنا الحين احنا برنامجنا مو رياضي. دق على محسن غانم بعد شوي وعادي. محسن شمات. زين قول لي منو ايرانكم قبل؟
إيران والله عداوين رشايدة كنا في المنطقة الرابعة. هل فريق وين بأي منطقة تحديدا؟ إحنا الفردوس. الفردوس عرفت علي؟ وكانت يمعة حلوة وجيران طيبين. تعرف نواف العدواني أبو سالم؟ والله شوف أهل حتى نواف الرزدان العداوين وايد. تخيل قطعة ستة كل عدم. إي صاد صاد صحيح. عرفت علي؟ الله يحفظك. وتدري عندنا خليط. إي نعم. وكلهم خير وبركه. اي والله ونعم بالجميع. عساك نعم القوه يا حبيبي. شكرا, حبيبي. شكرا 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 يا هلا. فيصل فيصل يعطيك العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ابو غازي. الله يعطيكم العافيه. شلونك؟ موضوعكم على الكويت كلها بدق عليكم. قبل الله ادق على الكويت كلها. انت طمني على صحتك فيصل شلونك؟ الحمد لله الحمد لله احسن ان شاء الله. اليوم بيت حتى احسك الحمد لله تمام. الحمد لله. الله يتمم عليك العافيه. يحفظك. ذكرني وذكر المستمع فيصل فريجكم وين كان؟ إيرانكم قبل؟ فريجنا شوف أول كنا بغرناطة 92 رحنا اليرموك. حلو. فريجنا العم خالد المالج. أيوة نعم. صباح وجدام العم خالد سلمان صباح وأخوه الشيخ دعي. أي. بعدين بيت الشلال. ونعم فيهم. العم يوسف مجيم الشلال بيتنا بيت العم خالد العجران وبيت أبوه يمه. تبارك الرحمن. واللي زيجنا الثاني العم عبد الله اليحيى الله يرحمه. الله يرحمه. وفي بيت رويشد وبيت العتيبي والنعم في الجميع الله يرحم العم خالد المالج. للحين اذكرهم كلهم وطلعنا فيصل بس تغير الحال الحين يعني مو مثل قبل صار التواصل مع اهل الفريج اول والله العظيم مثل ما قلت المساء اول خاصه بيت اليحيى وبيت العجران. بيت اليحيى انا ادش بدون لا اطق الجرس. اتفضل. وباليوم واليومين انام عندهم. اتفضل. انام بالبيت ما يهاتيني ابوي يدري ان انا طالع عندهم. صح. أو الله يرحم العم عبد الله إذا أنا غلطان تلني من إذني عقب الإطراقين وداني عند أبوي. قال له ترى ولدك أذاننا خلى هاليومين لايين. فريجنا الحين لا والله بكيفان بعد الزين. هم خاصة شهادة حق عيال تيفوني الله يحفظهم. ونعم فيهم والله. نعم كذي رايحين رادين عليهم. ونعم فيهم وفيك يا حبيبي. وهذه سالفة المدرسة عجبتني أنت وفائك حتى حق ربعك. أنا والله العظيم قاعد أدور أرقام ربعي في المتوسطة طلعت 80% من أرقامهم اللي ما أدري عنهم يعني غير اللي نعم. أتواصل وياهم بسوي لهم هم غدا ولا عشاء تجمع كلنا. والله خوش فكرة. ربع المتوسطة. إي خوش فكرة. كنا متوسطة شويخ. فيصل إذا عندك من ربعك عندهم عيادات ولا شيء حياهم عشان. أبا. لا بعد القضية. ويوسف أنا قايل بضبطه ما عليك. زين. نبي الكوميشن. حبيبي سلم على الوالد والوالدة والإخوان جميعا. يوصل أبوس لي رأس الوالد. يوصل يا حبيبي شكرا شكرا الله يحفظك يا هلا ومرحبا. الغالية العزيزة أم وليد. هلا يمي. السلام عليكم. سلام ورحمة. هلا هلا. شخباركم يا عيال الطيبين؟ ساعة المبارك يا طيبة. شلونك يمي شخباركم كلكم؟ والأسمر الغالي وينه من غير شر؟ اليوم دازينا عندنا بعثة ولا دورة؟ بعثة بعثة. بعثة بعثة. مبتعثة الحين. أنت طق عليكم ما حصل البخت معاي. هذا من سوء حظنا. اي والله. اي لا والله من طيب الطيبين موجودين كلهم يسندون. بغيت اهدي بنتي امس عيد ميلادها موناي. يا موناي الله يحفظها. حبيبي بيرثدي موناي سنة حلوة يا موناي سنة حلوة يا موناي سنة حلوة يا موناي يا عمري يا الله يفرح قلوبكم ان شاء الله اجمعين يا رب العالمين يا رب. وانت تسالني عن مدرسة انس بن مالك الله بصمة أحفادي كلهم فيها. الله يحفظهم الله يحفظهم ويبلغج فيهم. آمين يا رب يا ربي. أنا بن مالك هذه بصمة خيطان. أي نعم صادجة صادجة بصمة خيطان. أي العربي والكويتي واللي ضافة. أي والله صادجة يا حلاسم لن تشرب هالبراحة. أي والله وراحوا عند راعي الصمون يأكلونه مع السمبوسة. صادجة صادجة. عسى الله يحفظك يا أم وليد الغالي وكل عام وانت بخير ومبارك عليك الشهر. وانت طيب عساكم من عوادة مغدم يا يمه. ساعة المبارك ربي ودائما ندعو لك بظهر الغيب والله يا تستاهلين ربي. يسمع منكم يا الى عيالي يا رب يعني بالمارينا اذا في مكسب انا كسبت ام ثانيه انا اشهد مش يا بعد حياتي. اي والله يا بعد حياتي من طيبكم يا طيبين من طيبكم يا سلام حبيبي الله يحفظك. هلا هلا مرحبا أخوك يا هلا اخوك طلال حيدر ابو محمد يسلم عليك. ونعم ونعم طلال حيدر يقول لا تنسون ثانويه كيفان المقررات اكبر تجمع للطلبه الخريجين من دفعه 80 وفوق وخرجت حاليا نواب ووزراء كبار
المسؤولين بالدولة. نعم صاد. شكرا يا أبو محمد على المعلومة. اتصال من المملكة العربية السعودية. والله الساعة المباركة بالسند والذخر. حيا الله هلا في المملكة. هلا أبوي هلا. الساعة المباركة. هلا أبوي. طبعا. من بشارك الموضوع والله شدني. ترى شوف وانا اخوك احنا وانت واحد يعني اللي ينطبق علينا ينطبق عليك فيما يخص الجيره والجيران واللعب في الفلدان قبل البرايح. لا شوف لا انا بقول لك شيء ثاني. سم. انا عايش في السعوديه عمري 40 سنه الحين. تبارك طيب. الله. مواليدي كلها بالكويت ما شاء الله. والحين بيقولوا لي ارجع الماضي في السعوديه هذا كتاب قديم هذا بسكوت ما اعرفه. اعرف اغراض الكويت. الحين أبوي موجودة. وين كنت قاعد بالكويت؟ كل الكويت. وين كنت قاعد بالكويت؟ أنا واثنا كنا بأم الهيمان. في أم الهيمان ما شاء الله. تذكر تذكر ربعك اللي قبل فريقكم اللي قبل كلهم أذكرهم وجيتهم بالسعودية وزرتهم. ممتاز. أنعم وأكرم. منهم يمكن الحين يسمعونا يستانسون يفرحون بهالاتصال. في ناصر العتيبي. ونعم ونعم. وفي محمد الطبيشي. ونعم. وفيه يعني اشياء كثيره. ونعم ونعم أسامي. ويا اخي هذا 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 الوفا مو مستغرب منكم من اهلنا في الخليج ومن اهلنا في المملكه. الله لا يحرمنا من هالمشاعر. المشكله النص سعودي والنص كويتي. ونعم. حقيقي يعني مو ما اقول لك يعني افتعال ولا اني مشاعر لا. لا صاد والله يا اخوي صاد عسى الله يعني حفظك. كل طفولتي الى ثاني متوسط عندكم بالكويت. الله يسعدك ويرفع قدرك يا حبيبي. مشكور هالاتصال اسعدنا يا اخوي. شكرا 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 على اول مره بحياتي اشارك يا حبيبي. الساعه المباركه يا حبيبي. والله متشرف. شكرا. الله يطول عمرك يا حبيبي. شكرا نادر. احنا المفروض نطلع بريك من ربع ساعه بس نطلع بريك. عندك اتصال؟ عندي اتصالات بس مضطرين نطلع. رزقتنا. وانا اعتذر. قوتنا وقوت عيالنا. اعتذر اي والله اعتذر للمستمعين انه ما قدرنا ناخذ بس افتر فاصل. افتر فاصل طبعا. افتر فاصل من امه. عندنا 52 ثانيه هي مدينه. الو قوة يوسف. اسرع يوسفي. يوسف هلا شلونك؟ هلا وغلا ندوري. هذا هذا الوحيد اللي يدلعني. ايوه. روح روحي يا روح عمر يوسفي. انا ما دام ان اخر اتصال. واسرع سريع يوسفي. نمون على يعني انس بن مالك. تدري شنو انس بن مالك؟ طلعت ناس طلعت يوسف. انت خرج انس بن مالك؟ اسمع لا انا راح متزوج اعرفك. زين انا درست بخيطان وتخرجت من صالح الشهاب. جامع المحاسن. انت ما تشوف انت فول ستار فايف ستار انت عرف. والله العظيم ما تنعاد الايام هذه. صادق حبيب عسى الله يحفظك. لحظه دق بعد شوي دق بعد شوي يوسف تكفى. الله انت شنو انت شنو؟ اي والله هذا والله حق النص ان احنا يعني اسفين. نادر سلم. معانا شخص نادر على الهواء. شخص نادر؟ نادر نادر وجوده. مع ان انا فيني النرجسيه ما في نادر غيري بس خليني اشوفه خليني احكم خليني انت نوعك انا يجي من بعدي. يجي من بعدي خليني احكم خليني اشوف انا من النادر هذا. انا بس كل ما يطلع بلقاء بالتلفزيون اموت من الضحك لاني اعرف شخصيته الصجيه. كني عرفته. احسن واحد يلبس شالات. احسن واحد يلبس شالات. اي يا شوف راعي طرب. إيه؟ راعي قطات. انتخابات. كره قدم. وين ما تقطه يرحم. اي بكل مكان. اي بسم الله عليك. تكفى ارحمنا شوي. عطنا مجال. عط سداح فرصه. حمد العنزي مساك الله بالخير. يا هلا يا هلا يوسف. يا هلا وغلا. يا هلا بالحبيب اخوك يوسف. مشي عليك مشي على الساده مستمعين وخواتنا المستمعين ومسي خواتنا المستمعات. ايه خواتنا المستمعين شلون يعني؟ نفس الشيء مستمعين مستمعات نفس الشيء المهم يسمعون يعني. ايه ومسي على اخوي ابو طلال نادر كرم الله الحبيب الغالي اللي واحشني والله يا ابو طلال. انا مقدم برامج رياضيه تائب وبيني وبينك لا احد يسمع من فارقتكم وانا شفت الخير. لا والله يا ابو طلال احنا ما شفنا الخير. انت جبت الخير احنا ما شفنا الخير. لا بس ما شاء الله كل يوم وثاني خوش شال شكل وشاشه تحكي ما شفت الخير. وكل يوم شال سم تسحب على الدواوين وتروح تحلل. اضحك اضحك ابو يوسف. هل ابو طلال يوكلنا معاه ترى مو بس بروحه. انت فين انت اقول ابو طلال عاد حطيته بحلجه. ابو طلال عرفت النوع اللي بغى ياكل يحط كوعه كذي ما يخليك حتى تشوف. لا 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 مو يحط كوعه. المشكله لا تقرب عرفت. اتربع اتربع انا هذا بقعد اتربع بعدين
من نوع ابو يوسف طلال من نوع اللي مهما تقطنا في غلط ما يلتف. لا لا مركز مركز ما يسمع هذا صعب هذا صعب الا تقول له عطني عرفت الا تقول له عطني بس حمد تكفى طال بقول تم تدلل الله يسلمك قبل ليلتين بالسيرو التحليلي شفت عليك خوشال ابي منه حاضر يا ابو طلال كم طال عمرك الله يسلمك طول لي عمرك كم طال عمرك يجيك واحد افعل الله يسلمك شنو حمد يوزعونه عليكم ولا انت لا لا هذه بالحمله بس يعطونا مال حمد يعطيك العافيه يعني احنا قاعدين نتكلم على طفولتنا صح وقبل يعني. شلون كانوا الفريج والايران يعني مجتمع واحد يعني أم رفيجك تمون عليك تطارقك تكوفنك ماكو ليش قلتي حق ولدي وليش لا الأم أم على الكل انطحت انجرحت انزلق كوعك زلقت لعبت كرة تروح أي بيت هو عيادة أي بيت ترفس الباب وتاكل شون دوانية الوهيبي شوف بس مو على مستوى الفريج هذا أبو يوسف هذه انا اتكلم عن نفسي شخصيا صراحه يعني شفتها بجميع مناطق الكويت انا اقول لك ليش انا من سكان الجهره صح كنت بالسابق الجهره الفريج كنت اسوي معاه مشي وعادي يومين ثلاثة ايام انام بيت ايراننا وكذي هذه ما عندي مشكله لكن ايضا كنت اسوي والله العظيم نادي غاتي عندي واحد من ربع اخوي علي الصراف امسي عليه بالخير من عيال الدسمه هو ينام عندي وأنا أروح أنام عنده ما كان يعني سبحان الله كانت كانت بساطة يا حميد والله العظيم يعني أنا أنام عنده بالدسمة بعدين هو يردها لي يعني أنا أنام عندك بالجهرة بعدين كل تداور على كل 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 بيت واحد مرة حميد على طاري الجهرة يقولون كنت ملك الساحات الترابية في الكوريات قبل ملك الساحات الترابية يقول لك باتو صجي سكوا من هنا كان المنشأ باتو بطلال سكوا مني لما رحت النادي سكوا والله سكوا بس شنو أرد لهم عرفت شباب ما خليتهم ترى موجود أنا سبحان الله الله أخذ منك الطول وقط عندك شطانة الأرض زين حمد طوالك يا أبو يوسف طوالك حمد يا أخي الكل يمدح صوتك وأدائك وحسك الفني الحين أنت مو بالاستديو وما في أنا أبو يوسف شو خليني أقول لك يعني يقولون أنت لو تغني تكتر مطرف يصفق لك ابو يوسف احنا يعني انا احنا من عائله تعتبر فنيه ان شاء الله يعني صح عندها كم امور على قولتهم بالفن ونحب الفن صراحه صح. عندكم هرم راحل الله يرحمه الله يطول خالك الله يرحمه يوسف المطرف الله يسلمك طول العمر فاحنا يعني انا عمري 8 سنين اسمع 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 أقبلت مثلاً أمثولت أسمع أغاني فأسمع محمد جمعة خان يعني صح. فتأصلنا إحنا بالعدني على قولتهم عرفنا يعني الأمور هذه يعني فكان إعدادنا صحيح بس سبحان الله اكتشفت أن عندي موهبة بالكرة والرياضة كذي فعريت شوي وبين وبينك بعطي الشباب بالأسرة فرصة يعني الله شو لا وراوغنا ويوسف أنا قلت ما نبي نتجه اتجاه واحد كلنا يعني ايه. أنا بالرياضة مطرف واستلم بالفن والغنى يعني كذي يعني نوزع بس يعني أقول لك شيء دايرها توني توك تقول أنا تأسس طاح وسامي المطربين اللي حكيت عنهم وغاني بس آخر أيامه قام يغني اختياراتي دمرت حياتي والله الحين هو ترى حمد شغال الحين مفتاح انتخابي اذا دخل ديوانيه واذا وما ضبط يطلع يغني حيقيني موقوع لا حسب يوسف واذا عطاه يقول الغزاله ريح الغزاله ريح يا ابو كان رياضي ضماناته كلها مقاطع حمد ضمانات كلها رياضه حمد شنو احلى اغنيه انت يعني ارتبطت بطفولتك اغنيه ارتبطت بطفولتي ايه؟ انا كنت صراحه يعني
ويوسف أول بادرة من مشاعري أو أول نفحة بقلبي. يعني كنت صغير حبيت حمامة صراحة، والله يا ضيوف والله يا ضيوف حبيت حمامة. حمد 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 اهدى اهدى شوي مع نور العين، والله العظيم كنت يعني أحط الحمامة كانت مريضة وكذي يعني صغير يعني بيوسف. أي نعم والله أذكرها. إذا حمد يعني على الطاري حمد الحمامة ليش يلحسون عينها؟ والله ما ادري ابو يوسف، انا مستغرب يعني، انا قاعد افكر شلون حبيت حمامه. المشكله ابو يوسف ماتت، المشكله ماتت الحمامه، كانت مريضه وكذي وشكل الحمامه يعني جميل لطيف. وانت حمامه سلام يا النزقه واسمع يا نور العين. المشكله ماتت كانت منها بالحديقه، والله العظيم يا ابو يوسف. انزين حمد دفنتها بالحديقه وصلت عليها صلاه عاديه قاعد اركع. انت قول الحمد لله اشوى مو محاسب حمد، قول الحمد لله على الحكوة مالتك هذا والتاريخ ان فهد كمين مو موجود. جا صار غسيل كوي هني، جا صار غسيل كوي. الحين يهشتقونك حمد حمد العنزي مفتون بحمامه. انزين حمد، منو اللي غنى يا نور العين بشكل ممتاز غير الراحل يوسف مطلب؟ والله كثير صراحة فنانين يعني. لا لا أنت يعني أنت صراحة. أبي ذوق. أنا بالنسبة لي لا، أنا عندي المرحوم يعني الله يرحمه. الله يرحمه يعني. يوسف المطرف يعني يعني أجادها يعني مو أجادها يعني، لكن يعني لما يغنيها غير يعني يوسف الله يرحمه يعني. شو تقول كلمات حمد؟ يا نور العين كم تحرقني نظراتك، شوفني دوم أبكي لما أشوفك، وكم مرة تقابلنا في بابك، كم تناجينا وغنينا تلاحينا، كتبنا شعار. الله عليك الله. زين حمد ليش يا ليش الله يرحم شارح. ليش يا ظالم تهديها حق منو؟ ليش يا ظالم اهديها حق منو؟ هديها حق تافي مدرب برشلونة. عساب الحال وردك. زين انا هديها حق مصعب الشيخ. طاق علي يوم الساعه 2 مصعب. الحين ما ينام حبيبي حمد. مصعب هديها اغاني وايد. حبيبي مشكور. اسمع والناس يا ابو حميد. يعني دائما نادر احنا يعني كانت عندنا ولا زالت وستبقى مشكلة أزلية، كيف ترضي الأبناء والبنات، شلون تلبي احتياجاتهم، شلون تجيب الألعاب اللي تتوافق مع متطلبات العصر، فيها جانب ذهني، فيها جانب إبداعي، فيها جانب خيال، بحيث أن الطفل يصنع عالمه الخاص وقصته الخاصة مع اللعبة. زيد عليها الحين صار في عندنا الأسر اللي تحب تشارك أبنائها أيضا هذا الجو الممتع، من جو الخيال، جو الاستمتاع، جو المتعب، كل هذا موجود وين وانا اخوك؟ فانتاسي وورد. هذا الصرح او هذا المكان اللي يجمع لك كل ما هو جميل ورائع في ما يخص الالعاب في كافه الاعمار، كبير وصغير، او احنا نسميها الشروكه اللي نجتمع فيها الاسره ونلعب الالعاب اللي ممكن نشغل فيها الذهن ونستمتع بشيء مفيد ورائع. فانتاسي وورد عندهم حصيله كبيره، وزائد الحين عندهم خصومات 50% يا ابو يوسف. انا هذا اللي يعني علامه تجاريه شهيره للالعاب، الكل هذا المبنى من تدخل الباب ينشرح صدرك انت وعيالك، الكل يفرح الكل يستانس. اليوم عندهم عرض 50% في التخفيضات اللي موجوده في فانتاسي وورد. انا بروح على واحدة من الألعاب الشهيرة عندهم. أستاذنك قبل تروحك هذه اتفضل. احنا مو قلنا 50%؟ زائد على كذي ابو يوسف ان يضمنوا لك الجودة وأجود الأسعار أو أفضل الأسعار على مستوى الألعاب اللي بيدك. نعم، هذه اللعبة تشوفونها، هذه هي ليجو تكنيك فورد. شوفوا فورد، علامة الفورد موجودة. صح. جي تي 2022. تفاصيلها تشبه الواقع مثل ما تشوفون، ما ادري اذا هني موجوده وايضا هني كاهي موجوده. زين طبعا المحرك في 6 حاطينه مع مكابس متحركه ومصممه ايضا للاصاله، ابواب تفتح، جناح خلفي قابل للتعديل، وغطاء محرك ايضا يفتح مع الطفل مع الشخص اللي يبي يركب هذه اللعبه. ايضا في لعبه ثانيه وكل الشباب اللي عشاق السيارات سبيد. هذه ليجو سبيد تشامبيون ماكلارين سولوس جي تي وماكلارين اف 1. وعلى طاري اف 1 نحيي ايضا اشقائنا في مملكه البحرين على الجوله الموفقه للفورمولا 1 اللي اقيمت في الاسبوع الماضي. مجموعه من يعني ايضا الاصدقاء زاروا الحلبة هناك
علي العليوة صديقي راح، وأيضا محمد الليلي، وأيضا إبراهيم شهاب، عفوا سالم شهاب، ونعم فيهم راحوا هناك واستمتعوا. المهم سبيد تشامبيونز هذه طبعا متعة مضاعفة لكل أصحاب أو المحبين الليجو. طبعا تتضمن سيارة الأم اللي هي الأف 1 الكلاسيكية، وسيارة جي تي سولس الأحدث، شخصيتين مصغرتين، وتيك مع سائق مصغر، يعني تعيش جو الأف 1 وانت تركب هذه اللعبة. اللعبة الثالثة يا نادر ويا أحبائنا المستمعين والمشاهدين، هذه سفينة كنا، هذه ليجو مارفل سفينة الماعز. طبعا هذه فيها الأبطال الخارقين، خمس شخصيات مصغرة من الفيلم على متن سفينة ثور الجبار. زين هذا كاهو لوف اوف ثاندر. زين فتوفر لك ايضا سقف الكابينه اللي ينفتح بسهوله للوصول الى الداخل، فتعيش اجواء سفينه الماعز وامورك طيبه. عبالكم خلصنا؟ لا ما خلصنا طبعا. الليجو اسم متميز في عالم الالعاب، وفانتسي وورد عندهم تشكيله واسعه وبخصومات 50% وافضل الاسعار، مدينه متكامله بالالعاب. فيما يخص ايضا لعبه الليجو اللي هي مناسبه لكل الاعمار لكل الاسره، ويوسف عطاكم ثلاث تشكيلات متنوعه ومختلفه. بالاضافه عندي هني هذه الزرقاء، هذه العوده ينقال لها اكاديميه تدريب شرطه ليجو سيتي. هذه الأكاديمية هذه بإمكانك أنت أن تتميز هذه اللعبة بأنها كأنها مركز شرطة متعدد الغرف، وفيها حديقة وعقبات خارجية بمرافق ممتعة تقدر من خلالها تقضي وقت ممتع من التركيب أو حتى اللعب في هذا الليجو. الطرفية اللي هني عاد هذه خلا دني هذه قلنا مالت أكاديمية الشرطة. خلصنا من أكاديمية الشرطة، نيجي عند عاد هذه آخر واحد عندنا اسمها مركز إنقاذ عزكم الله الكلاب ليجو فريندز. هي تشجع الأطفال على رعاية جلكم الله الحيوانات أثناء بنائهم واللعب مع مركز إنقاذ جلكم الله الكلاب الممتع مع ليجو فريندز. ليجو فريندز أكاديمية الشرطة، وثلاث تشكيلات أيضا عرضهم أبو يوسف، سواء فورد أو سبيد أو السفينة سفينة الماعز. وبالإضافة لتشكيلات متعددة من الليجو اللي هو اسم شهير في عالم التركيب من الألعاب المتميزة اللي تشارك فيها كل أفراد الأسرة. أذكر أن فانتسي وورد هي وجهتك الحقيقية لكل هذه الألعاب بتشكيلاتها المختلفة، مع التذكير أن الحين عندهم خصم 50%، ومو بس الخصم 50%، راح تلقى أفضل الأسعار وأجود الألعاب ذو الجانب التعليمي والترفيهي اللي يتناسب مع كل الأعمار. أنا نادر بقول لك شيء. تم. وأتمنى إنك ما تواخذني. لا. أي والله. قل لي. وأتمنى إنك تغبطني ولا تحسدني. مغبوط. مغبوط أكيد. مغبوط. تلقيت. اتصال. يعني ب. صدر رحب. لا. بسعادة غامرة. أي. دعوة من مملكة البحرين. أي. لحضور حفلة خالد الشيخ. يوم الخميس. والله ما تروح. والله ما تروح. يا نروح شو سوى؟ يا ما نروح شو سوى؟ يا نروح شو سوى؟ يا ما نروح شو سوى؟ أبرك الساعات. لا هذا خلصين منه، وأكيد إن شاء الله أبرك الساعات. لا أخوي اللي دعاك يدعيني. حاضر. اللي دعاك يدعيني. حاضر. أرجوك. شو هالياهل هذا؟ لا خالد الشيخ مو ياهل. بعد حتى ما فطمت. صدقك أنت؟ خالد الشيخ هذا؟ ولا عليك بس. زين أنا أراضيك. بالله اقول لك كيف اراضيك بغنيه تحبها انت على مين؟ واحضني؟ اي ما تحبها؟ بس فكني. لا اسمع. لا نروح سوا. حكينا ويا ابو يوسف وياكم مستمعينا ومشاهدينا في بدايه البرنامج عن يا زين ذيك الايام ويا حلو ذيك الايام، وقلنا بعض ذكرياتكم وبعض تفاصيلكم مع جيرانكم واهلكم وبالفريج ومناطقكم. راح نتزامن راح نتناسق مع ذات الحكي مع ضيف متميز ابو يوسف في هذا الجانب التراثي والبحث في الارث والورث، واحنا مقبلين على شهر الخير شهر رمضان، عسى ربي يعود علينا وعليكم ويتقبل طاعتكم يا رب العالمين. آمين. نستذكر معاه بعض الاشياء الجميله اللي كنا ويا رب يكون ما زلنا. نعم
إرث جميل أنت نعم فيه. وإحنا سعيدين جدا باستضافة الأستاذ فهد معيوف الشمالي في برنامج الديوانية. مساك الله بالخير وبارك عليك. نور ومبارك عليكم الشهر علينا وعليك تبارك. والله يتقبل إن شاء الله أعمالنا وأعمالكم ويزيدكم إن شاء الله حسنات ودرجات في هذا الشهر المبارك. أجمعين يا رب العالمين. نحفظ الديرة. آمين يا رب. قيادة سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. والله يحفظ إن شاء الله هذه البلد الطيبة اللي ما شاء الله في جيناتنا العمل الخيري يعني من طلعت الكويت لا إله الله. بارك الله فيك. أستاذ فهد غير أننا متباهين ومتشرفين بوجودك، أنا معجب جدا بهذا الكاركتر. هذا الكاركتر اللي على اسمي نادر ما تشوف الحين الناس تلبس. يعني الحين أول شيء هذه الساعة ساعة شغالة شغالة. كم ساعة الحين عندك؟ أنا وريها سر. اي والله هذا تايم قرمت. اي بس قفية ترى هذه نسميها ساعة قبل ولا لها اسم ثاني؟ لا هو ساعة 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 يسمونها يعني أم خبا. اي والدشداشة هذه أم قولة. اي هذه القديمة هذه قديمة كلش. والغترة هذه هاي مبكرة المبكرة. ونوع العقال هذا المرعز. هذا المرعز صدق. اي الله هذا سافر انت دائما كذي؟ لا في مثل ما تقول الأماكن اللي مثل نلقى شباب زقرتية. الله يرحم والديك. ومثل الأخوان عشان نوريهم. أبو يوسف عاد إيه لا عاد أبو يوسف لا. أبو يوسف متبرد على 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 التقليد. عارف أبو يوسف. بس أنا بروح بالمسباح ما يطيح من إيدك ما شاء الله كنا. ما شاء الله طبعا لا إله إلا الله. أي يعني دائما واضح من طريقة إن أنت متعود على المسباح. شلون تشوف يعني احنا برنامج الديوانية مفهوم الديوانية من وجهة نظرك استاذ فهد شنو يمثل بالنسبة للمجتمع الكويتي قديما ولا حديثا؟ يعني خلينا نتكلم على مفهوم الديوانية قديما والى الديوانية المعاصرة. خروح قديما قديما كانت مدرسة. يعني انت مثلا مجدمي تبي تتعلم من استاذنا اخونا الحبيب نادر ناخذه تتعلم منه. شلون تتعلم منه؟ ايش يقول عن القبه؟ ايش يقول عن الضربات اللي حاشته؟ ايش يقول عن الاشراق؟ ايش يقول عن السلف؟ ايش يقول عن البحاره؟ ايش يقول عن المجدمي؟ انت تاخذ منه تنهل العلم. اي وبعدين في شغله ثانيه جميله جدا في الدواوين مثل ما تقول ديوانيه الطواويش صح ديوانيه النواخذه وهكذا. يعني تصير شورى بعد حتى استاذ فهد شورى فيما بينهم في الدواوين قبل صح. يكون مثل دار للشورى فيما بينهم برلمان مسقط. سلام عليك. يتم تناول كل المواضيع يعني تقدر تشوف في كل المواضيع حتى يعني سبحان الله يعني اذا صار لك يعني موقف ولا صار لك موجب معين يعني لكن يعني مثل رايح دائرة حكومية قبل ما كان في وزارات كان صح. في دوائر فأنا مثل رحت دائرة حكومية صاروا يا كذي 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 فيا أخوي نادر يا حبيبي لا تروح إلا وياك الورقة الفلانية يعني وياك يعني كل الطلبات اللي طالبينها فعشان لا يتعنى إذا راح الدائرة الحكومية. طبعا الدائرة الحكومية ما تجيها كذي باللبس العادي لا لازم باللبس الرسمي تمام والقيافة فل قيافة فوق الفل يعني ما تقول حتى لو بالصيف تحط مشتك على راسك وتروح تروح دائرة حكومية تروح مستشفى تروح مدرسة تروح حتى السوق لو تروح له لازم تروح له بكامل قيافتك. على طار الدواوين يعني أبو يوسف من رواد الدواوين نفس الشيء وأنا أخوك وأنت إن شاء الله والسامعين والمستمعين لكن دواوين قبل هم نفس المود اللي الحين اللي طيح لك عشاء اللي الامور هذه في 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 عشاء لكن ما في ورقه ما في جنجفه ولا ما في بلاي ستيشن ما في موبايلات لاهي فيها ما في موبايلات لاهي فيها ما في تجي تستفيد تبي تقعد يعني انت الان ناخذ تبي تقعد بدوانيتك يجيك اخونا نادر والله بروح وياك يا ناخذ ابو معيوف بديش وياك بحر فتقول حق مثلا المجدمي روح شوف سولة راي يعني وديك انك يشوف عندك نفس عندك لياقة عندك مو معيوب يلقبونك بالنوخذة إيه هو لقب ولا بالفعل انت كان لك يعني زين زين بالبحر زين اطلع وهذا يا زين ماشي اموري يعني احنا على ابواب هذا الشهر الفضيل قبل شلون يتحرون هلال رمضان في البشير
في البشير. وبعدين ما كان في عماير، ما كان في مثل ما تقول، والكويت يعني سهلة صح. ما في جبال وهذا. فمن يشوفه ما شاء الله عيونهم ونفسنا نظارات وهذا قبل لا كله تبارك الله لا إله إلا الله تقول درابين لا إله إلا الله يسمونه البشير البشيري ايه. يشوف ويروح بلق اثنين شهد اثنين وياه تعالوا شوفوا ويروح عند القاضي مال البلد والقاضي يروح حق الشيخ يعني يعتمد يعني مثل الشيخ مبارك الكبير يقول طويل العمر ترى اليوم شفنا الهلال يعني عادي يبلغ الشيخ البشير هذا بشير هو من نفسه قال أنا بصير بشير يعني لا هذا بدو يعرفونه وكذي وشوفه زين يعني ايه. يلقط شوفه ايه. شوفه قوي يعني تلقاه بتشبد عندك يشوف الدرواز نفس زرقاء اليمامة ايه. صح حتى بالبحر أستاذ نادر هم يمشون إذا شافوا حجاج البنت إيه؟ قالوا نأخذه ما توقف نأخذه من يحاجي إيه لا نأخذه من يقول بنقول له ثلاثة شيء نأخذه يقولون له ما في خلاص ما في نومة إيه؟ ما في باورة لازم نروح نكمل ما كل النقعة ما يردنا للنقعة فخلاص يعني نأخذه يسلم شو يسوي يصير قدام الأمر الواقع وتلقى هذا وين راكب فوق الشراع إيه ويشوف من يشوف حجاج البنت يعرف إنه خلاص وصل الديرة فيروحون عادوا في استقبال يعني مهيب لهم إذا وصلوا وشيلات ويعني عرضات وهكذا يعني عيد هذا عيد إنهم مصري وطبعا أغلب السفن الكويتية مثل هالأيام ترد الديرة مثل هالوقت هذا اي عشان يرمضون في شهر رمضان في الكويت والله لطال انه واخذه وطلعات البحر كان النادي البحري الرياضي الكويتي كان نشط في هذا الموضوع إيه. كان يسوي لحد فتره قريبه طلعات احياء لذكرى الغوص والنواخذ إيه. ما ادري كان وقفه لا لا ما في السنه هذه سووا انا مو راصد ولا متابع متابعهم انا متابع سووا السنه هذه وكانوا ياهم شباب وكانوا ياهم نهام وكذي يعني ردوا احياء الذكرى إيه. زين أستاذ فهد إلى أي مدى تشوف اهتمام الكويت بتاريخها هل إحنا ندون التاريخ بشكل ممتاز ولا نعتمد على اجتهادات الموجودين هل إحنا عندنا التوجه من البلد بحفظ التاريخ ونقله لا هو فيه لكن يعني مثل ما تقول أنت حتى يعني ما يكفي يعني جهة واحدة حتى إحنا كمواطنين وكشباب وكهذا لازم يعني هم نحاول يعني نتابع الاجتهادات موجودة لازم كثر كنت واحد من هالنماذج الله يجزاك خير لكن أتكلم هل البلد عندها توجه لحفظ التاريخ توثيقه فيه بس أنت هم لازم يعني أنا قاعد أشوف يعني الآن كذا 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 جهة يعني مثل الجمعية التاريخية أخونا المؤرخ الأستاذ فهد العبد الجليل الرئيس مالها كذلك فريق اللي هو كسبو ضمن أعضائه والفرق اللي موجودة والطيبين وهذا فحتى يعني ليش لأن حنا أنا واحد من الناس وأعوذ بالله من كلمة أنا لما صار الغزو شفت المعتدي راح وين راح للهوية الكويتية أول شيء المتاحف الكويتية على طول ادعوه يذكر عليك اللي بالديرة حتى المنقولة والغير منقولة واللي ما قدر ينقل أحرقه البوم العود ما ذكرت اللي حرقوه نعم. أول التحرير إحنا محروق فشوف يبي يمحي الهوية يبي يمحيها هالهوية هالدش داشة هذه وهالعقال وهالدنيا يبي يمحيها ليش يبي يخلي لي مالك هوية على أن الكويت في ثورة عبد الكريم قاسم لما سوى ادعاءاته على الكويت الكويت على طول راحوا وخذوا الأرشيف اللي هو العثماني الأرشيف العثماني أرشيف إداري فبدوا يبثونه على إذاعتنا هذه والله لكم دور يا الإذاعة زملائنا وزارة الإعلام في الستينات ذاك الوقت فقاموا كل ليلة يردون يعني الأرشيف اللي هو الأرشيف العثماني لأن العثمانيين كانوا مسيطرين على المناطق هذه فكان الدعاء يعني أن الكويت ما لها علاقة بأي أحد الكويت دولة مستقلة من طلعت من صباح الأول وهي دولة بروح يعني في 1886 عندنا عملة اللي هي البيزة مختوم عليها الشيخ عبد الله الثاني بالصباح عندنا تجارة وعندنا هوية وعندنا سفن وعندنا احنا العملات اللي تداولناها احنا اول شيء الروبية احنا في عملة قبل الروبية وقبل الدنيا هذه كلها قبل التاريخ اللي هي فيلجة لما جونا الفريق البحث البرتغالي في
في 1957 58. طيب لما جو بحثوا في فيلجة ما أدري الميكروفون تمام لا 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 أمورك طيب الله يعينكم الأمور طيبة اسلم الله يجزاه فسبحان الله 57 58 لما جاء الفريق هذا وبحث في جزيرة فيلجة وجد العملات النحاسية والذهبية والفضية اللي هي مالت الإقريق في يعني نقدر نقول قبل التاريخ 300 250 سنة. طيب هذه العملة لها اسم معين؟ هي رومانية هذه. أوكي. رومانية. وبعدها؟ بعدها طويلة الحسن. هذه عملة محلية. طويلة الحسن. طويلة الحسن إيه. مثل الماشية. بلى. أخوي نادر مثل الماشية. الماشية. كلهم عواد عرفتهم. في. تتشكل. يعني كانت موجودة بس محلية يعني ما يعني. ما كان لها قيمة برا الكويت. إيه. لا كان لها بال يعني مثل ما تقول محيطنا بس برا لا فارس وهذا لا تنسى في الهم القاجرية مال فارس كانت قوية وكرام مال فارس البيسة هذه ما طورت ويانا كويتية هي. ما طولت لأن عندك عملات أنت سوق مفتوح يعني جت الربية وصار في منافسة وبعدين الريال الفرنسي وهكذا طبعا الريال الفرنسي هو مش الريال الفرنسي هو مال ماريا تريزا ملكة النمسا لما كانت النمسا عودة لكن الطواويش الكويتيين كانوا يروحون إلى مرسيليا في جنوب فرنسا فلما كانوا يبيعون اللولو هذا كانوا يعطونهم بالريال الفرنسي فيسمون الريال الفرنسي إنه في جنوب فرنسا صحيح إيه؟ على طاري التوثيق وكلامك على متمن وخدانة تو أبو يوسف قاعد يسولف عن التوثيق التاريخ الكويتي يعني في أكاونت اسمه أو في أكاونت أسك كويت يعني عطانا معلومة يقول لك من أهم الحضارات التي كشفت عنها معاول الأثريين في أرض الكويت حضارة كاظمة حضارة فيلجة حضارة مملكة الجرهاء الجرهاء ويقول لك حضارة مملكة الجرهاء واشتقاق اسم الجهراء من الاسم القديم للجرهاء إن أرض الكويت تشكل الجزء الأكبر من مملكة الجرهاء 709 قبل الميلاد يقول لك الكويت الحديثة تأسست دولة الكويت قبل أو آسف في سنة 1613 ميلادي مثل هذا وهذه المعلومات وهذا الإرث وهذا التاريخ اللي نتمنى إن شاء الله يؤرخ أو يوثق قال حاجة عن قبل الشهر الفضيل تجهيزات حق الشهر الفضيل شهر رمضان أبو معيوف نخدانا قبل شيء والحين شيء ثاني الحين ليلة رمضان تشوف الناس تهاتف وتهافت على الجمعيات وتمول وتجيب ثلاث أربع أسلال وعلى قولتك قبل شلون كان التجهيز لا هو شوف التجهيز أخوي نادر جزاك الله خير أول شيء على السؤال الله يرحم والديك هو التجهيز قبل كل على حدك يعني ليش لأنه ما في ثلاجات صاج قبل ما كان في ثلاجات بالبيوت فتاخذ اللحم على قدك العيش على قد يعني كله 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 موادك يعني الفاكهه اللحوم وهذا على قدك على قد قوت يومك على قوت يومك بس هم يستعدون قبلها ليش عندك دق الهريس اي دق الهريس من هالايام هذا اي اي ويعني مثل ما يجيبون دقاقات الهريس ولهم انشوده ولهم شيلات شنو الانشوده مالتهم؟ اوه عطنا شيء منها يا والله شو اقول لك؟ والله ناسي صراحة لكن لهم شيلات يعني يعني هم يدقون الهريس كان ينشدون يقولون ينشدون ودقات وياهم طار بعد بس وين شي قبل الوقت لازم يتسلون لازم ذاكرة زين بس سؤال أبو معيوف إذا يعني إذا بنتكلم عن الطلبة من حازي إيه وين راحت عندكم من حازي والله يا تينو خدنا تينو والله يا أبو طلاب نسيبك زين الطلبة قبل في رمضان هل هناك يداومون نفس يعني ولا رمضان يلقي الظلالة بشكل مختلف لا يداومون لكن شنو قبل كان الدوام دوامين صبح عصر في شهر رمضان العصر يلغونه فيصير الصبح عندك بس الصبح ايوه العصر يروحون المسجد يسوون الحلقات التحفيظ ختمه ختمتين ويصير تحدي مثلا انا واخوي نادر مثلا انا وابو يوسف كذي يعني يصير تحدي انا احسن منكم انا كذي يعني وفي هدايا تنافس في الخير اي في الخير وحنا يعني الشباب يروحون يسوون المده ويجيبون القرم مال هذا الماي ويحطون الماي وينظفون لان تدري المناره هم يشجعون فلان ياذن وكذي على اساس انه لانه ما في ميكروفون وكذي فكان يعني اقوى صوت وكذي تحدي بين الشباب وهذا والمسجد كانت له حظوه اكبر وكان فيه هناك يعني دور اكبر في المجتمع صح لا تنسى ليله السهر
وقريش، وبعدين المسجد هاي تفضل للشباب ينظفون المدات ويسوون مثل ما تقول البيبان ويعدلون كله باجتهاد شباب المنطقة. إيه المصحف وهذا، لأن ما في عمال قبل، ما في عمال نظافة. نعم. إيه ويبدون عاد الولد الزقرتي له هدية عاد اللي. شو زقرتي؟ زقرتي يعني حافظ وينظف ويجي أول واحد. إيه الأحلوب هذا. حبري حبري. يعتكف يعتكف بالمسجد. وما يطلع صوته لا يعني هذا يعطونه هدية على طاري قريش. ايه قريش جد سمعت سالفة نخدان يقول لك ان القريش طلعت من الكويت وانتقلت الى سائر البلدان المحيطة. دقيقة هالمعلومة؟ يقال والله يقال، لكن هي قديمة ترى، هي لغة عربية فصحى قديمة هي. ايه بس هي يوم 30 يوم 30 كانوا يمكشتون للبحر ويروحون للبحر ويقعدون على البحر هناك ويسوون مثل ما تقول يعني مائدة. إيه مائدة مائدة مستديرة ويبلشون عاد في الـ في الـ في الأكل ويكثرون، لأن شلون سبحان الله ما في عشاء صح، في سحور بالضبط. فأنت لا تنسى أن عندك نوم بعد شوي الليل. لحظة خلانا الحين القريش قبل عبارة عن سحور؟ لا لا القريش غدا. القريش غدا إيه؟ اللي عندك كله كودة يا شيخنا أبو طلال. حلو. وحط لك يعني تروح كشتة على البحر، الأغلبية مو شرط يعني، لكن الأغلبية يروحون على البحر ويحطون هالمائدة هالجميلة هذه هالمستديرة ويحطون مثل ما تقول اللي عندهم كله ويشتغلون كثرون ذاك اليوم. وعموم الناس إيه عادي، وبعدين الشباب الحلوين اللي مثلنا كذي طقونها سباحة لين عيوننا تحمر مرة واحدة وتفتش عاد لياقة ما فيه كلش. شوفنا كلش كل واحد شد عضلي كل واحد يشيل الثاني. هني عاد نروح على اليال ونقعد، لأن ما في سباحة بشهر رمضان المبارك، تخاف يدش ماي بخشبك وبهذا. فتدري احنا هالبحر صح قاعد يوقف موضوع النشاط البحري في رمضان؟ يوقف يعني الهيالة ما الهيالة، لكن سباحة وغوص يوقف، حتى السفر يوقف، لأن مثل الاجتماع يصير بالكويت بطلان، مثل الاجتماع العام يصير بالديرة. يقولون قبل رمضان الشهر اللي يسبق رمضان لا تناصف هم كان في فعالية أو احتفالية تصير. إيه كان يعني يقال إن حتى القرقعان كان فيه. صح. إيه بعدين شوي شوي دش برمضان. قرقعان ترى كان يسبق رمضان. بعدين حتى المراكب تجينا بطلال من كل مكان، والأغلب من الهند طبعا. بلى. وتيجي تنزل بالكويت، لأن الكويت مثل ترانزيت، يجون من المحمرة من القصبة من مثل ما تقول من يعني البصرة من بلخصيب، يجون هني كان مين العود يشيلون ينزلون مثل طروح، ينزلون دواجن، ينزلون يعني أغنام كذي، ويأخذون من 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 الديرة، يأخذون من الكويت. أنت ترانزيت كنت محط عبور هني ويعتبر أفضل أسعار، خاصة يوم الجمعة يصير في عروض، هذا الفرضة تصير عروض هناك، تصير العروض يعني يوم الجمعة هذا، تشوف كل واحد عنده عربانة ويدز العربانة وما تلقى لك صبي هذا الشيء قردي، ما تلقى إيه، كل واحد يجيب وياه يعني كل موسم على موسمه. شوف حتى اللاب ابو يوسف اللي يدز العربانة يسمونه الشقردي. الشقردي شوف يعني بيا بورتر نشوف الشقردي، حتى المصطلحات هذه ذابت وراحت. بعدين لا تنسى وراك بهيته، اذا خلصت وراك بهيته بهيته يا صاعد بهيته خفف الحمل، والجماعه مشيلين شوي زايدين بالشيله بهيته بينك وبين سوق التجار. شنو هذه؟ هذه مثل طلعه كذي مثل يعني تله. اي تله شوي اي تله تصير هذه بين الفرضه وبين سوق التجار. وبعدين اذا دشيت تلقى سوق التجار تقريبا يعني نقدر نقول 24 متر كذي، الدش تشوف البخار قدامك وبالخلف في المخزن. اي الى المسجد، المسجد هني بعد المسجد سوق التجزئه اللي هو السوق الداخلي. حلو. اي واللي مخربط ولا شيء يسودون وجهه ويفرونه شويه هني. هذا المشاغب. اي يحطونه هني ويكتب كرامه على حمار، هذا من ايام الدوله العباسيه ترى. يصبغون وجهه يعني بالفحم.
هذا هني طلعت ما ادري انت تفتيلي إيه. هني طلعت سود الله وجهه هذه هني طلعت سود الله وجهه فسبحان الله بعدها هني على اليسار شوي المناخ اللي يجون البدو هنا من الباديه وينوخون واذا جيت من الباديه ما يصير تجي لان بالباديه وياك سلاحك اذا بتروح تعبر من مكان سلاحك لازم لان في حيوانات ولا في خطر فاذا جيت عند الدروازه سلم سلاحك يعني السلمة حق أخونا مثلاً ويوسف يسجل إن مال أخونا الحبيب أبو طلال عندنا قيد إيه كذي طلقات ما يصير بعد دش بالساحك وسيفك وهذا لأن أنت يعني دشيت الديرة خلاص بالضبط إيه فتقيد خليه موجود عنده زين خذ بس أرجع وياك شوي بساعة من تقول البشير هو اللي يبشرنا بهلال إيه بس يكون نظر عنده ما شاء الله. زين قبل أهل القرى وأهل الجزر شلون يوصلهم الخبر؟ يا حبيبي ما شاء الله عليك طلال عيني عليك باردة الله يسعدك أهل الجزر الشيخ العود الشيخ مبارك ينزل لهم الماشوة الخوية ينزلون بالماشوة ويروحون لفيلتشة ويبلغون أهل فيلتشة أهل فيلتشة طيبين شرواك شذي شرواك الطيب يركبون يبلغون وين أهل مسجان يا جماعة ترى بلغنا الشيخ العود إنه باكر إن شاء الله شهر رمضان أهل مسجان يروحون وين عندها رأس القيد بلى أهل رأس القيد يروحون وين لوربة هناك ربعنا العوازم هذا حاطين الحضرة حلو إيه تدري الناس تباري حلالها إيش يسوي صح والناس على رزقتها عز الله إيه القرى الفرسان عندك خيالة في خيالة يطرشهم حق مثل الجهرة إيه وفي خيالة يطرشهم حق القصور وفي خيالة يطرشهم حتى يعني أيام الشيخ أحمد الجابر يطرشهم إلى وارة أي وكل مسؤول وارة هناك محمد بن طاهوس العجمي يبلغه أيوة نعم يقول له ترى معني وزود يقول له ترى إن شاء الله باكر شهر رمضان يسلم عليك الشيخ وهذا لأن تدري اتصالات ضعيفة ما في ما في لا, لا, لا ما في لا آيفون ولا إذاعة ولا فالناس والداخل الديرة يعني تباشرون بالمسجد صح كل واحد يبلغ الثاني والقرى مثل ما قلت لك هالوارة هم هالوارة هم نفسهم يتبرعون يروحون يقولون لأهل منو همهم يقولون أهل الصبيحية وأهل الصبيحية يروحون لأهل الوفرة وهكذا يعني وهذا حتى البدو اللي صوبهم الطويل والطويل هني صوب العبدلية يروحون يبلغونهم اللي صوب رجع واد وما رجع واد يعني الناس تجتهد الناس هي تبلغ تبي الأجر صح صح حتى في ناس تلقاهم في حد حمار لأنه عنده مثل يعني مثل ما تقول صيدة وهذا تلقاهم في ناس هنا يروحون يبلغونهم في الزور يروحون يبلغونهم الناس طيبة يا أستاذنا وناس توصل للناس والناس للناس حتى اللي رايح يعني في عوها هم يبلغون هالفيلجة اللي في كبر اللي في قارو اللي في أم المرادم لأن في ناس تدور رزقتها صح ورايح مثل ما تقول بيريح أو شيء أو هذا تلقى في المكان هذا متجمعين أو هذا يروحون يبلغون من يشوفون النار من يشوفون شيء أساس لا يصير عليهم غرة ويا كثر ما صارت غرة الوالد الله يرحمه الله يرحمه يقول حنا ضحى العود تعال رمضان اليوم صوموا يقول ما ندري بالميكروفون هذا بال شو دش علينا الضحى العود بالدوريات بالونيتات هذه الونيت اللي جاي هو امس مبنشر ومره ابو حليفه غرز هو رايح لهم غرز هذا كان يصير بعد عليهم غره بلغهم بعد الضحى العود أقول لك يعني شوف قصص سوالف حلوة يا هذه الحقبة أبو عيوف تتكلم عن أي فترة من هذه تقريبا بالأربعينات آخر الأربعينات آخر الأربعينات أول الخمسينات هذه زين كان في استقلالية في موضوع يعني التماس هلال رمضان يعني ما نعتمد على السعودية ولا على لا نعتمد على السعودية السعودية تدري ما شاء الله ديرة لله الله كبيرة وعندهم ما شاء الله المساحة بس قصدي في ذاك الوقت يعني عادي يبلغون إذا وصلنا خبر من السعودية ساعات يصير عندك غيم صحيح ساعات أبو يوسف يصير عندك غيم شو تسوي ما تشوف فتضطر لك تشوف يعني ربعنا بالسعودية من يصير تبليغ رسمي عن طريق الملك في فترة الملك المؤسس عبد العزيز بن سعود أو هم في فترة الملك سعود بن عبد العزيز هم يصير في اتصالات إيه هم يبلغون لأن تدري المملكة العربية السعودية مساحات لكن هني ساعات يصير مريخ تشوف ما تقدر ما تشوف ساعات يصير ضباب ساعات يصير احنا اليوم نتكلم بهالسنين التالية يصير في اختلاف فلكيا وإذا صارت غطيطة وضباب يتعذر رؤية الهلال وأنت تدري يحتاج إلى شهادة شهود وما إلى ذلك فتصير في هناك اختلاف كان في شهود
كان في شهود رسمي يروحون الى قاضي البلد نفسه قاضي البلد ما في يعني ما في أكيد. قاضي البلد يروح يبلغ الى الشيخ العود وهني عاد يصير التبليغ رسمي الشيخ العود يبلغ لي الأخوية اللي هم يتحرونه عادة بعد صلاة المغرب. إيه هم متحر لا قبل الصلاة بعد. هم مستعدين من هالحزة هذه مستعدين خلاص. باكر اليوم باكر مستعدين لا مستعدين وكانت الأمور سهلة يعني ما كانت معقدة أو صعبة. ببساطتها. نأخذ أنا بنتنعز شوي عن شهر الفضيل وبنرجع له في مواضيع السحور والأمور هذه كلها لكن أنا وأخوك بيوسف بدينا الحلقة اليوم قاعد نحكي عن مفردة الله هذيك الأيام الله. وعرجنا على الجيرة والفرجان والبرايح وعلاقة الجار وراس العايد الله يرحم والديك يعني وخذينا اتصالات مع الناس تستذكر جيرانها والأيام الجميلة هذه وعلى فكرة لما أقول لك أيام الجميلة ترى ما نحكي عن حقب قديمة يعني حديد 20 سنة 30 سنة قضت أو نضت مفهوم الجيرة الحين ليش اختلف نخدانا ايش اقول لك يا شيخ والله اختلف مفهوم الجيره يعني مو مثل قبل يعني اسمع الناس يقول لك هذا ينام ببيت يارا ابو يوسف خوش سالف يقول لك الامايه بالفريج هي كذا ام الفريج كلها كانت تداري وتراعي وتباري لو يطقك جارك تروح لابوك يكمل عليك شكرا جارك يمسكك يوديك المسجد وياه شكرا بعدين شوف ما شاء الله الشباب بالنهار يطقطقون وهذا بالفريج ولا حد يقول لهم شيء وبالليل من تطيح الشمس يروحون البراحة للبراحة يقعدون يلعبون طبعا في مثل ما تقول التكافل الاجتماعي يعني ما تشوف رجال كبير ويا حمل او ويا شيء تشيل عنه تخفف عنه صح انت شو يا داخل ما يقول لك شيء بيتك عادي تنزل وياه يعني كانت الامور مثل ما تقول يعني كأسرة واحدة تشوف الفرية الحين وين تلقى الفرية أذكر بيت من البيوت والله أذكر بينهم طوفة هدى الطوفة الحوش بالحوش إيه والله الحوش خالي قاعد معوش حقها الطوفة طق الطوفة حنا بالليل قاعدين يا بعض صح قعدتهم تلزونهم وحبهم وشايهم وقهوتهم لكن سبحان الله الدنيا تغير خاصة يعني بعد فترة الغزو تغير يعني والله حتى فترة الغزو كانوا الكويتيين كلهم على قلب واحد يعني. الحين تقول حق المقاول مد الطابوق ارفع الطابوق ما بي الشترات التشينكوات الحين كنا معتقل والله كنا معتقل كنك معتقل يا سبحان الله جيرتك منو قبل منو جيرانكم من تذكر منهم اذكر دويله خالد دويله ايوه نعم اذكر المجرين سعد وحمد اخوان اي شلاعي قدام بيتنا اي والله ناس اجاوب وين طفولتك كانت؟ والله طفولتنا احنا بجليب الشيوخ بس منطقه مو رسميه يعني منطقه كذي الاسم العباسيه اي العباسيه جميله عند المطار قريب اي كان في ورانا سوق ورانا المكتبه الشموع كنا نقرا وهذا نحب وعندنا تسجيلات الوادي الاخضر يجي الفنان الكبير عيسى الاحصائي الله يرحمه علي القحطاني شاعر والجنوبي والله يشفيه يعني فنانين كبار يعني نيال البذالي الله يرحمه فنانين كانوا يعني بالسبعينات والفترة هذيش كانوا لهم صيتهم صح قرقعان رمضان قبل البرميت وحلاوة ببقرة هذا أنا لاحق على برميت وحلاوة ببقرة وإذا زايدين الشيلة حاطين لك 20 فلس على 50 فلس اوه هذول ابناء الزوات هذول هذول كلش على هذول ما تحكي ماكل باكه ولا تحكي اللي حاطك القريشات وفي شغله ثانيه ساعتك يكبون ماي عليكم فوق ها هذا بنعقول هذا بنعقول يوم ولا موت التخمين الشيطان بعد ما تسوي وساعات نلبس لبس القوس هذا مبلا ويانا مثل ما تقول القواطي ما نيدي وما نيدي نطبل اي صح يزيد لنا الشيلة عشان يخف التطبيل وين رئيسكم والله رئيسنا فهد يلا تعال ليش الطويل هاي تعال يبي الفكه صح اذا بيعطيك الواحد شيله شلك يعطي هذا عشان يتكافخون ويا ربعه وفكك يروح عطني اكثر عطيتك الان هذا عطيته قبلي وانت اللي ماشي يختلفون على الغنايم يختلفون اي لكن البنات يا حليلهم يعني من المغرب للعشاء كذي من المغرب للعشاء
هذا والله كنا هذا كنا كشن مال مال سفينة هاي مال 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 زورة كشن كابرس إيه والله كنا البونتيك الأولي والله ما يبنجر البونتيك الأولي هذا خلنا نتعدل شوي زين الريح فاصل الريح فاصل عزيز ونكمل معاكم حوارنا مع العزيز الغالي الأستاذ فهد عيوف الشمال. ما زلنا مستمرين معاكم عنوان حلقتنا اليوم الله يا ذيك الايام وما زلنا اصلا احنا نقول الله يا ذيك الايام ويا زينها ويا زين هالايام وكل الايام وانت بامكانك تعيش هالزمن والزمن الطيبين بامكانك تعيشه مثل ما انت تبي. ضيفنا العزيز والغالي وهو راعي مكان الباحث في التاريخ ناخذ العزيز والغالي فهد معيوف الشمالي والله هذه الساعه المباركه ابو معيوف. ابو معيوف قبل هم نسمر ونروح في الحكي في رمضان عندي وايد اسئله خصوصا عن الطلبه قبل وجبه السحور من اللي قاعد الناس قبل على السحور هالامور هذه كلها لكن كذي يعني على البال طالما انت نخذانا انا الحين طلعت بحر وضيعت موي بحر خليج اللي يكون شد بره الخليج الخليج ورا لا تود لا تبعدنا خليك بالخليج خليك على الدائره 270 جر على 270 يقطك على البر انت فيلكه براس القيد بكبر بدوحه الزرق اي مكان اي مكان شو اسوي معيوب بس خذ خلي الدائره على جر 270 بس حتى لو بالخليج بالبحرين بالسعوديه بقطر يقطني برا اي قطك برا الخليج تشوف يعني الحسب والحسابات هذه حتى البويات بطلال لما تبرق إيه؟ يعني 12 مره اي هذه شماليه نفس التليفون شوف التليفون الحين هاي الساعة قصدي إيه. عفوا الساعة احنا كل شيء راح على التليفون الحين والله تدود الحين كل شيء تليفون الساعة هذه لابرقة شلون قصدي الساعة زعلت الحين مرات تفضل شلبت شلبت زعلت الظهر والله ما يخال إذا صار 12 إيه؟ هذه شمالية البوية شمالية إذا صار 3 هذه شرقية إذا صار 6 ومضات إيه؟ هاي جنوبية إذا 9 ومضات هذه غربية والله خوش معلومات ايه. الحين ودي اسكر الساعة بس خاف زعلانة قلت لها التليفون راضحة ايه يا حليل ما تقول شيء لا نعطيها عيدية هذا من متى عندي والله هاي صار لها مدة عندي وسبحان الله صدق والله ايام الطفولة الله يجزاه خير جدي شرى لي واحدة بس مو نفس هذه لا اقوى من هذه وتدري الشطانة وهذا تفلشت هذيك بس جدا جميلة يعني واضحة وهذا ومعيوف أنت ما تلبس ساعة الإيد هذه لا والله ألبس في يعني مثل ما تقول يعني في المناسبات مناسبات في وقت رايح شغل رايح أمر رايح هذا لكن في الأمور يعني التراثية والحلقات التراثية والمعارض مالت الفريق وهذا حاول تلتزم باللبس التراثي الشيء بالالتزام حتى بالغطر المبكرة إيه يعني تشوف الغطرة المبكرة كذلك يعني مثل ما تقول شعار الفريق إيه والساعة هذه على طار الفريق اللي هو إكسبو 9-6-5 من غير واحد الله يذكره بالخير أخونا نأخذ العود عاد محمد علي كمال والله والنعم والله والنعم هذا المؤسس حق الفريق نشاطكم واضح في إحياء التراث وتجديده وتطويره وتعريف الناس بهذا النوع من الموروث وتراثنا إيش كثر قاعد تشوف صدى التفاعل مع الناس باللي قاعد تسوونه من حرف تذكروا الناس بالحرف بالمهن بالبعض الأشياء اللي كانت أو اندثرت إيش كنت قاعد تشوف ردة فعل الناس؟ والله زينة يعني قلنا ردهم على شيء كانوا مثل ما تقول يسمعون عنه صاج يعني الساعة هذه كانوا يسمعون عنه صحيح النظارة هذه مثل ما تقول كانوا يسمعون عنها ششمة إيه الغطر المبكر قاعد يشوف الشخصية هذه القديمة كلها قدامه كلها قدامه حتى سمع سوالفنا عن البحر وسالفتي قبل شوي وياك عن البويات وعن الكتر وعن الماشوة يعني يحبون الناس تدري تحب الاطلاع خاصة الكويتيين الذكياء يعني صاج. من الشعوب اللي متحركة ذكية لما يسمع البوم وتقول له شلون كنا نجيب ماي من شط العرب يعني ذاك اليوم كان الكويتيين كانوا يجيبون ماي من شط العرب ما كان بالساحل كانت الدوبة مالت الغانم بالثلاثينات كانت تجيب من شط العرب بعدين حتى الأبوام قامت لأن الهجرات زادت بطلق صح إيه فشوف يعني دهاء الكويتيين وذكائهم وفنهم البحري لما كانوا يروحون يجيبون الماء هذا من شط العرب أثناء الحرب العظمى
يعني بلد. انت ما تقدر توقف ما تجيب ماء، اهم شيء الماء بالحياه. فكانوا يجون بطلال، تخيل من دا يعني من تلك الايام النواخذ الكويتيين. وليش اني احب النواخذ الكويتيين؟ ان كانوا يجون مطفين السايدات حتى هني، يعني مال الفنر مال نقعه الغنيم هذا مسكرونه، لان اي شيء يضربونه تدري في الحرب العظمى. ولا تنسى ان الشيخ العود الشيخ احمد الجابر الله يرحمه الله ثراه، والد سمو الامير الشيخ مشعل الله يحفظه الصباح، كان يعني من يعني بدايات اول اللي حط الفنر مال المسجان اساس الدخول والخروج. الفنر ما غيره اي مال المسجان مال الجزيره، اساس تدري القصار اللي هناك الرق اللي هناك صح، اساس تحوش خاصه السفن اللي محمله وهذا بداية الكويت اسهلها الدخول والخروج بالضبط. فحاطين الفنر اثناء الحرب العظمى لما بلشت، يعني بدات الفرقاطات توصل الى الخليج، يعني نقدر نقول بال 42 كذي 43 يعني وقفوا وسكروا حتى الفنر هذا اساس ان السفن مثل ما تقول على النجوم يمشون بالليل، على النجوم خطر بالليل صح. بس لازم تبي تصيد المايه، انت مو قصدك بعد الشوف، انت قصدك المايه بالضبط، تعبر عشان توصل المايه حق الديره. ابو معيوف سمعت قبل يقول لك ما كان في مثل الحين رواتب كوادر والامور هذه كلها، قبل كل اهل الكويت تجار، كل من بحرفته بمهنته وهو اهل الكويت بالاصل كانوا تجار. الحرف الاوليه صعب الان الحين تزاولها، اي والله صعب، صعب تزاولها الحين، من يشتري منه؟ اي ما في سوق حقه، من يصوبك يعني، مع ان الجوده بو معيوف الجوده هي يعني اي شيء على قولتهم محيوف او مشغول اليد يكون الجوده صحيح. افضل جوده، وبعدين المتانه حتى يعني حتى سبحان الله يعني رنت الشيء صاج، يعني شوف الدلال قبل ايه هالايام هذه يروحون يسوون لها عند يعني الرباب يرببها، ان تدري النحاسيه هذه تطلع شيء ماده خضراء صاج يسوونها. الدله هذه شو تقعد عندك ليومك هذا ترى فيه يعني عز الله المطارات تقعد لك سنه سنتين بعدين تنبط عليك. الصين ما خلونا شيء، الصين كل شيء قام يسوون، يعني شوف الساعات اللي قبل كل شيء يعني قديم تلقاه موجود، يعني السيارات اللي قبل توني والله خذيتها من لسان ابو يعقوب، حتى مواتر قبل حديد والله مو تقول حديد تقول فولاذ الله يعوض صبخ رسانيه لا الله ينظفها شوي ويجيب لها ابو ليش يطقها شوي ابو ليش الحين تقول بلاستيك والله تقول كذب ما حد دعمها ولا شيء ما عنده سالفه الحين حكه كذي وانت اللي ماشي الحين ربل يتعور هذا تشنكلني بس مو سياره حاصة يزلق لك الموتر كله تقول بلاستيك الحين صار الموضوع والله قبل الجام يحذفون عليه الجهال طابوق وبطول وهذا ما يتفلش تقول سياره مسطحه الحين سبحان الله تقول لا اله الا الله ايه شخوة كلش الموضوع تبطط تقبل. على طاري رمضان طلبتنا وقبل ايام رمضان شلون كان يوالمون ما بين الشهر الفضيل والدراسة قبل؟ لا هو شوف ترى النظام غير انا الحين ابو طلال كانوا ينامون بالليل ترى الحين الطلبة مشكلتهم ينامون بالنهار هذه مشكلة قبل بالليل ينامون عشر حدك انت وين عشر احنا وين الحين احنا الحين لازم نفجر عقب الاذان ويلا تقول يلا الجدول يلا لا تلقى قاعد زعلان ضايق لا هو شوف انا اقول لك بطلال كان في دوامين بعد لكن في شهر رمضان المبارك يصير دوام واحد اللي هو الصبح بس يعني من الثمان كذي الى 12 ردون البيت يريحون بعدين العصاري تشوفهم بالمسجد ينظفون يسوون ختمه ويقعدون وهذا ونفس الحزه هذه تشوفهم بالفريج اي على اساس انه بياخذ شويه حق النقصه حق بيت مثل بطلال حق بيت الشمالي كذي يتنقصون وتدري واحد يروح البيت اللي بعيد ليش؟ والله سابعين انهم يعني في خطبه او شيء او في مشروع زواج ويحطوا لهم الملبس كشخه شويه هذا اي وفي واحد يروح العاير الثاني ليش؟ والله هذيك تعطيه يعني تعطيه بيزة يعني السحور شلون عليه يعني قبل مني كان يدلل على الناس أو يبلغ الناس أن حزة السحور حانت الحين هم شوف يكونون نايمين بس نايمين وين بالسطح ينامون بالسطح أغلب الناس بهذا ينامون بالسطح اي بسمعون ال بطبيلة 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 ويا عيال الفريج اي يا نايم اصحى يا لا إله إلا الله ويعطونا هذا يعطونا شوي من السحور وهذا يكون وقت السحور وجبة السحور قبل شنو؟
لا هي وجبة تقريبا الفطور يعني لأنه ما يزيدون الناس على قد هي ذاتها مات الفطور مات الفطور يزيد لك شوي البينة وأغلبها لبن وعيش أبيض ناشف الحين يالله الحمد والشكر يالله الحمد والشكر ومرقة هواء ومرقة هواء ومرقة هواء اللي ما فيها إدام عادة هذه مرقة هواء اي ساعات الخبز رقاق مثل فلوكس هذا شلون بس إيه كورن فليكس إيه يحطون عليه حليبه وهذا وياكلونه شوف يعني او والله اذكر عمي الله يذكره بالخير الله. تمر ولبن بس روب هذا كلش يعني هو الروب اهم شيء الروب اهم شيء اي شغله صحيه الروب اساس انه لا تعطش خاصة اللي يقوم الصبح يروح مدرسة وهذا الروب مفيد له شوف في ناس الحين احنا على مثلا نقول على قفال شهر الفضيل عسى ربي يجدم لنا يا رب إذا وصلنا إلى قفالة ترى في ناس للحين نخذان أبو معيوف تزاول هذا الأمر اللي تروح اللي يروح يشتري له قطرة جديدة قحفية جديدة يفصل له دجاجة جديدة قبل شلون كانت التجهيزات حق العيد أوه تجهيزات هذه أولمبية هذه الكلونية هذه شفت كأس العالم شلون تأهل إيه التصفيات هذه كأس لا هاي نهائيات هاني ها وصلنا بكين وين بكين بكين الفارس الأسمر وجاسم يعقوب والدخيل والعنبري كوريا تروح كوريا ونزلت بعد تروح نزلت إمبلا إيه لا شوف أنت قلت عن شيء خطير اللي هو التجهيز العيد إيه تكفى لا كلنا ويا الوالد ونروح شحالاتنا والخياط أول شيء ونخيط دشاديش اللي على كيف كيفك وزقرتية وناخذها قبل يعني العيد يعني قبل صلاة الجيام بعد اي وتروح كل شوي تطلع عليها بالكبد صح تشيك عليها طالع القحفية طالع المسباح بعدين في عندنا أوتي مو موجود هناك تخاف تودي الأوتي هذا لا أنت عندك أوتي في البيت ما كل فراش خابر إيه حط الدشداشة تحت الفراش وكأنك ما تدري نام عليها وتنكوي والغترة ولا هذا الطاقية حطها تحت المخدة ونام عليها هذا أوتي طبيعي إيه هذا أوتي على كيف كيفك هذا الصج عاد إيه وبعدين عاد يعني فرتنا حلوة شبابية يعني نفتر صوب الجيران وهذا واللي يزيد الشيلة ما نقول لحد نروح لحنا بروحنا حق العيادي إيه حق العيادي اللي يزيد الشيلة نروح لعاد يعني مثل ما تقول بروحك عشان تكون أخف صح الحمل لا يكون زايد إيه وتشوف الناس البيت العود يعني إحنا كنا ببيتنا كانوا عماني ويانا وجدي الله يرحمه ويانا فيجونا يمرون علينا ويكون مثل ما تقول الغداء بس مو الحين نفس الحين لا غدا الساعة 10 يعني هذا 10 خلاص الغداء الساعة 10 10 في ناس إلى الآن الساعة 6 يعني إذا جيت 6 وربع لا خالصين إلى الآن متمسكين فيها مو معيوف الغداء 6 الصبح تحاجين إيه. غدا عند الحمدان إيه. دكتور جاسم الحمدان الله يذكره بالخير ونعم إيه. يطيح الغداء لا تحاكيني عقب الست وربع لا تحاكيني ابو معيوف خليك قبل الست موجود عندي لا اللي يسمعنا الحين ست الصبح عندك حاكيني ست الصبح ايه غدا العيد ماكو ماكو ايه ست طايه ست هذا النظام القروي الاصلي حتى يعني الى الان متمسكين فيه ديوانيه الحمدان وربعنا هناك يعني حبايبنا الحقان والفرج والشباب اللي والله هناك كلهم معزومين وهذا انت قاعد تونسني ان الحين ابو معيوف في ناس قاضى هذا الارث وماشيه عليه يعني وملتزمه فيه للحين في وفي ديوانهم ورسمي وتشوف انت ما تحب اللحم في سمج في يعني اللي تبي يعني مثل كل مجموعه حاطين لهم يعني غنشه وهو ليش ريوق العيد او غدا العيد يكون شيء دسم لأن تدري في شهر رمضان خاصة السمك وهذا ما يكون داير صح يخافين منه فصبح العيد يحبون يعني وهو السمك ليش ما يطيح برمضان؟ ايش عوقه؟ يقولون يعني عطش ما أنا أشوف على التشريب على كيف كيفك بيني وبينك إيه يا حلو على التشريب إيه والله لا 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 يتلك السمك على التشريبة وحنويبي هذا قطيته هذا صدق وحطيت شوي بعد أشار كملت هذا. كان المعتقد ان السمك يعطش فيتنعزون عنده ما ياكلونه برمضان ما ياكلونه ما يحب ياكلونه لكن والله حلو برمضان خاصه هالايام حلو والله يعني اشوفه حلو شوف لا تنسى ان السمك لو تاكله بطلال يعني اقل من ساعه كأنك مهضمه خفيف السمك هو اساسا وعاد شوف والله في اكلات هي اسمها اكلات رمضان التشريب التشريب يعني هذا ما
في بيوت يدور عندهم طول السنة، لكن برمضان هو ملك المائدة على قولتهم. التشريب على خبز رقاق قبل شلون يسوونه على الصاج الخبز، كل واحدة تخبز صاج، والشفل يحطونه على الصاجة على أساس إنه يصير دهين شوي، دهين شوي عشان تقدر تأخذ. بلى. الشفل مثل ما تقول يحطونه على 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 الصاجة. صحيح. ويكون كل بيت هو يسوي، إلا عادي إذا مرة كبيرة وهذا هم يسوونه، لكن كل بيت يخبزون، كل بيت كل يوم بيومه، فتعال شوف تشوف تعال شم ريحته. سالفة الزوار برمضان ويمعة الأهل على الفطور هذه من قبل كانت موجودة. قبل بس شنو هو البداية؟ أول يوم بطلال يروحون يسلمون على الشيخ العود. هل أهل الكويت كلهم يروحون يتجمعون مثل كل فريج يروحون يا بعض يسلمون على الشيخ العود. حلو. يباركون له. بعدين أهل جبلة يروحون أهل الوسط، أهل الوسط يروحون لأهل. يتباركون فيما بينهم. يتباركون بينهم. يروحون لأهل جبلة، أهل جبلة يروحون لأهل المرقاب، أهل المرقاب يروحون لأهل القصور. أهل القصور مثل ما تقول يروحون لأهل يعني وارة كذي، أهل وارة يروحون لأهل الوفرة، أهل الوفرة يروحون لأهل الصبيحية، أهل الصبيحية يركبون شنو عندهم؟ عندهم خيل، عندهم ركائب، يروحون لأهل الجهرة يسلمون عليهم. أهل الجهرة يروحون لأهل الصبية اللي عندهم حضرات، وهذا أهل الصبية يروحون لأهل الصبيب، أهل الصبيب يروحون مثل ما تقول لأهل اللي قاعدين في يبارون حضراتهم مثل في 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 وربة، وهكذا يعني الناس طيبة يا صح، وعلى بساطتها وعلى سجيتها. يعني لو تخبر لك واحد أكبر منك تبي تركب تروح تزوره، لا وإنه يعني مثل ما تقول ما يصير لك، بس إنك تدري إنه يعني رجال كبير وهذا تروح له، والله عاني ما عندك مشكلة تركب تروح. والله بروح لفلان رجال كبير وهذا، وتروح لكبير قومة وهذا تروح تسلم عليه. بس البداية أول شيء الشيخ العود، أهل الكويت كلهم يروحون للشيخ العود يسلمون على الشيخ العود وهذا يقعدون وياه وهذا، بعدين يتوكلون على الله تبدأ الزيارات عاد الخاصة. هم الشيخ العود هم يعني يروح للدواوين واخذة دواوين الطباوي يعني يمر على أهل الكويت سلم عليهم في شهر رمضان. هذه ترى عادة قديمة يعني، السلامات عادة قديمة. وصل لي مسج يقول حكيتوا عن تجهيزات الشباب للعيد، لكن الله يحفظه انه خذان اللي منورنا اليوم في الديوانيه ديوانيه المدينه ما حكى عن تجهيزات البنات للعيد، لان الحين قاعد نشوف التظهر الزايد عن اللزوم الحين. المخنق المخنق والزري المخنق هذا قبل المخنق، وتشوف هالزري شحالاته، هل يلمع هل يتوه، وهالثوب الحلو، وبعدين ما شاء الله عليهم بنياتنا عندهم هالاكسسوارات هذه القديمة قبل شحلاتها حطونها ويعرفون شلون يلبسون. بعدين بنياتنا الله يحفظهم حتى بالقرقعان ما يغثون أحد من المغرب للعشاء، بس هذا حد يوشم، هذا حد يوشم ساعات وياهم أخوهم يعني فر على الفريج يعني ما يبعدون صح، لكن الشباب شوي يطقون وهذا ويزعجون تداحرون بينهم ونبي وها يعني يسوون صيحة ويسوون يعني مثل ما تقول شيلات يعني لازم تعطيهم على يعني على قولة إخواننا العرب بالعافية تديهم بالعافية بالعافية. شوف أبو معيوف نخدانا الغالي والعزيز الباحث في التاريخ فهد معيوف الشمالي، اليوم تونسنا الله يونسك بالعافية وسعتنا بوجودك، رجعتنا لهذا الإرث الجميل اللي لله الحمد الكثير ما زال محافظ على هذا الموروث الجميل والمتميز. الله يزيدك بركة وعافية، ونسنا الله يونسك بالعافية ومبارك عليك الشهر مقدما، ومشكور على عنوتك ويجيتك، أسعدنا ربي يسعدك. الله يجزاك خير، وكل الشكر صراحة للقائمين أخونا أستاذ علي يوم دق علي والله فرحني حتى لما يعني قال لي الإخوان وهذا يبونك في يعني أنا ما أقدر أرد أحد إذا يبيني. الله يرحم شيبانك ويطول لي عمرك، جزاكم الله خير واستقبالك والله يعني جزاك الله خير يعني مكانك لا إله إلا الله يعني استقبال الإخوان وطيب، وهذه أول مرة أشوفك وكني أعرفك يعني على قولتهم من دهر. الله يطول وإن شاء الله على طول إن شاء الله الله يطول عمرك، جزاكم الله خير. مشكور إنه خذانا وإحنا مستمرين. تابعين اللي تابعونا تقدرون الآن وأنتوا تابعونا يا ريت يا جماعة هذا المقطع تقصونه للسوشيال ميديا، تقدرون تشتركون في قناة الواتساب لإذاعة وتلفزيون المارينا عن طريق هذا الكيو آر كود اللي موجود، تسوون الأسكان بتليفونكم وبالتالي راح تكونون مشتركين تلقائيا في قناة المارينا في الواتساب. من خلالها تقدرون إذا أنتوا كنتوا غايبين عن البرنامج ما سمعتوا أي برنامج من برامجنا ما شفتوا إحنا شنو يعني
يعني نشرنا في السوشيال ميديا راح توصلكم كل البوستات أول بأول. فاللي عليكم الآن إذا أنتوا الآن بالسيارة كلنا ندخل على اليوتيوب المارينا نسوي كابتشر للصفحة تشوفون في كيو آر كود سووا الأسكان بتليفوناتكم وبالتالي راح تكون المارينا متواجدة عندكم. انشروها في جروب العائلة في جروبات العمل خلوا الناس كلها تتابع الجديد والمزيد من إذاعة وتلفزيون المارينا. ومبارك عليكم الشهر مقدما. خلنا نجسد روح الغائب الحاضر فهد كميل. صدق ما أفقده ما تفقد غالي. أي والله لأنه ساكني فما ينفقد بكميل ما غاب عشان يرجع وننطره دائما موجود. يقولك ما فقدتك تدري ليش؟ لأن كل لحظة أنت معي قاعد نشذب ترى بكميل هو يدري بس الناس ما تدري ليش الحين تخلينا قدام الناس شذابين. لا 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 بس شنو هذا عقولته شفافين فبنستحضر روحه في بعض المعلومات. يقولك بعض يقول هل تعلم هل تعلم نعم. ان النمله تفقد الوعي عندما تعطس؟ وين تعلم وانت قضيت عمرك تحلب النمله حلاب؟ وين تعلم انت وين تعلم وين يعلم وين يعلم. وفي بعد معلومه ثانيه كرمك الله وكرم الله السامعين والمشاهدين يقولك الحمار الوحشي أحب زبره المخطط شفت هالخطوط يوفاوي اي صحيح انا احب اللون الابيض الاسود يعني هذا العشق. اي خابر الخطوط هذول اللي بالعزك الله وعز الله السامع الحمار الوحشي يقول لك هذا مثل البصمه في صبع البني ادم ما يك اثنين فيهم نفس الخطوط متشابهين. اي كل خط سبحان الله يعني كل واحد له بصمته يعني ما راح تلقى اثنين ذات التعرجات او ذات الخطوط. الحين عاد بالي قطه بلعتها تعرفها حلو انك تشفه لا لا حلو انك تشفه تعرفها لا لان مهما مون عليه راح يرفع علينا قضيه اعرفه فخلاص الموضوع اعرفه زين المهم اسمع يقول لك الغمازات لحظه غمازات ما في وش ما في انا في ما في انا شد بلاده ترى انت لا لان البروفايل مالك هناك ما شفته اهم شيء الاخلاق واحد خسر المنافسه زين يقول لك الغمازات يقول رغم ان البعض يعتبرها علامه جمال حسن طره زين لكن يقول لك من ناحيه طبيه هي تشوه في عضلات الوجه افا وانا صار لي ساعه عدل الله وجهك هذا وانا اسوي شيء وفي ناس تروح تقزقز مش تسوي عشان تطلعها يسوونها اي غصب بس عاد يا اخي حالاتها طبيعيه احس الله والله لا انت وجهك ساك انت مسوي بي عياده قلت لي عياده رب العالمين الله احب الردود اللي فيها قصف جبهات ويسوي نفسه عادي ويضحك لا الفيك تبين لان هي متى تطلع لا ابتسمت ايه هذيك موجوده اي دائما وانت ساكت كذي وتاهي تطلع حتحس انه اصلا لا 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 مو صح مو صح لا مو صح مو صح, مو صح, مو صح وطلعت طبيا انت شو خلقي على فكره خلنا ناخذ اراء المستمعين بي القمازه يعني هل يشوفونها علامه جمال ولا على قولتهم طبيا تشوه في عضلات الوجه او في ناس يقول لك يا اخي ما تعجب نفس الشامه في ناس صح. عندهم الشامه علامه جمال في ناس يشوفونها لا انه يمكن علامه قبح شوف هي مو كل شامه لا قلت لك على واحده هالكبر تقول يعني نخية في تفاوت في تفاوت طلعت لك هذه اللي هني هاش اسمها اللي قبل كلوديا شفر ولا بروك تشيلز لا تسوي روحك ما تعرفهم لا تسوي انا كلمني على اللاعبين لا تسوي روحك لا تدخلني لا تدخلني بامور ما افهم فيها انت مدرسني افيدك انت مدرسني انت مو قاعد تقول لي انا كانت نجمتي ترى الناس مع الوقت تعرف منو العيار منو اللي قاعد يفلم حلو فانت قاعد تركبني باص انا ما اعرف اسوقه خلني على نفس كلمتك الناس تعرف وتعرف ان هذا الوجه البريء ايه اصلا انا ما اعرف انا غير نيكولاس كيج وانتوني بنديرس ما اعرفهم على حتى ذا بعد شو انا اعرف خالد النفيسي عبد الحسين عبد الرضا ونعم اي العم ابو بدر سعد الفري انت تو حدر الهوى الراحله عائشه ابراهيم حدر الهوى اي العملاقه سعاد عبد الله العملاقه ام سوزان حياه الفهد التضليل الاعلامي لطيف المجرم ترى ضحكني لطيف المجرم اي نعم خياليه التضليل الاعلامي اللي قاعد تمارسه ليش تضليل اعلامي؟ انت مدرس انت لما تسال ليش تفتري؟ انا ما افتري لا انت اي شلون انت اللي قايل لي عن كلوديا شفر ما قلت وقايل لي عن بروك تشيلز والله العظيم ما قلت حتى انا من كثر براتي والله العظيم ما قلت بعد يا نادر وين بتروح انا كاب اصدقك الحين من كثر براتي يوم قلت لي بروك تشيلز قلت لك شنو هذا الهمبرجر اللي وذ تشيز سويت لك شنو بروك تشيلز انا ما ادري شنو بروك تشيلز انا البريء
اي فاللي قلت لي فيها شامه كان اقول لك هذه مادونا اللي فيها شامه. اه ما شاء الله انت مثبتهم من شاماتهم، تعرف الصح والغلط بعد وقاعد تعدل لي كنت بعد وانا ما قلت. لان انا كنت احب اغاني مادونا. ايه مادونا. إيه؟ بس ليش كنت احب اغاني مادونا؟ لا اسلا بونيتا. الله شوف هو يقول لك انا بعد طفولتي ويقول لك طفولتي انا عبالي انا اسمعها انا حسي اذاعي انا دائما ما اسمع انا كنت ادتوده عبالي انت مادونة. تلفزيوني عبالي مارادونا. انت عيونك متعودة على الكاميرا والتلفزيون، أنا إذني متعودة على الإذاعة، أنا تعالي بمسمع صدقني أعجبك. ليش لمتني يوم قلت لك شامة؟ شوف أنا ملعبي شوف. إيه؟ خوش، شوف هذه مد شوف مدونة. شوف هذه ترى كانت نزل اثنين شاي على حساب مادونا ترى كانت تأسر المحبين تأسر المحبين وكانت مثال يعني الجميل. الله سيمون غنت نفس الأغنية بس ما توفقت. ايه تذكر سيمون ولا تقول ما تذكر سيمون بقى. لا أذكر شوف سيمون ايه. مغنية مع حميد الشاعري خوش ما تكلم قد ما تقولش لحد تعال هذا ما تخلى ولا تبرى ولا انا وياك بس كميل هذا انا كذي ترى بمس عليك اقول لك شامتها واقول هذا كذي هذا ريال خلص خلص بعد روح روح حق جيلنا ايام جميله والله على شريط من الذكريات على اغاني المراهقه واغاني الصبا. اي اي عاد انا كنت ملك المقاطع. اي قبل تسوي انت المقاطع من مسجلتين فيها شريطين يا رجل. اي وبي برافو عليك. وقبل كان هذا الكاسيت في 60 وفي 90 دقيقه وهم كان في 120 دقيقه بس 120 دقيقه يعلي. كثر والله بكرتها عافية عليك كثر استهلاك يعلق تفرش طال عمرك كاسيتات رويشد نوال نبي عبد الكريم ورقه وقلم الكوبليه اللي تبيه عشان تدونه والذكاء انك تركب اخر كلمه من هالمقطع تكون بدايه شاطر المقطع. شاطر نادر شاطر كابتن شاطر انا مفتون فيك. ايراننا مجمع الفنار قبل كان في محلات التسجيلات موجوده في مجمعات لين منعوهم وديت واحد من اصداراتي وركز على كلمه اصداراتي اصداراتي دمرت حياتي اصدارات انا شنو قبل كنت مقاطع متنوعه بعدين لا خصصت عبادي مقاطع بروح كاسيت مقاطع عبادي رويشد رباب لا كل ما تكبر يصير لك جو بروح اي فتاخذ جوك فاخذ اصداراتي رحت حق هذا المحل اللي مال التسجيلات اللي بالفنار قبل قلت له ما بيملك شيء بس انسخ وبيع ابي بس اصداراتي تسوق عاد ما ادري شوف مش حالها ما مش حالها على الطاري مروا علي يعني مجموعه من ال يعني الشباب بالاعلام تحديدا في المخرجين زين صراحه يعني ونعم فيهم جميعا لكن انا يعني من الاساتذه اللي تعلمت على ايدهم وعنده ذائقه غنائيه جميله جدا المخرج ضياء المساعيد ابو عبد الله اذا يعني شوف يعني على الجو يختار اغاني صح. على النفسيه يختار اغاني يعرف يعني يوظف كل شيء بمكانه شوف الكلمه وصاحب فضل علي انا شخصيا اول برنامج طلعته على الهواء هو اللي كان على المكسر وكان ملهم ومشجع يعطيك طاقة إيجابية شوف المفردة اللي تنفهم بشكلها السليم مينون شوف أقول لك مينون لا مينون ضياء ضياء مينون إبداع ايه ايه مينون إبداع شوية في عسارة بس هذه على المبدعين عسارة المبدعين ايه يا رجل دائما يقول لك خالط المجانين فالعقلاء مملون يا رجل اللي فيهم الحماس واللي فيهم يهز راسه شوية طري عجبته الجملة لا والتها بالصج لا يا أخوي هذا اللي 24 ساعة منشي واتكانة ما اللي تبي لك واحد طقة ابو كميل كذي يطري المكان يسوي لك الجو هذا اي والله فقدته ضعفت كان اقول الصج المشاعر الصجيه اي مشاعر ابو كميل والله ينفقد وبهديه
المقطع ذا فوت الجاي، لان اعتقد ذا فوت هو لا يعني الحين السيجمنت مال ذا فوت، فقره ذا فوت بهديه حق بوكميل، لانه هو دائما يعني ذا فوت. فاحباء بوكميل يا ليت يعني تتواصلون معنا عشان تصوتون، لانه هو وايد يهمه هذا الراي. الموضوع. فخلنا نبتدي ناخذ الاتصالات. جهز لنا ذا فوت واعطونا اياها على الشاشه، وانا وانت وهو The boat. على 22-20-90-4 من اللي يفوز على مائدة رمضان، شربة البيمتو ولا شربة البيضان؟ كبيرين على المائدة. طحنا بين الأحمر والأبيض. أنا أحبهم اثنينهم. ما بس لا أحياناً تختار تضطر للمفضلة. شوف هو سؤال واضح. شربتين. لا. أي شربتين؟ على المائدة. شوف لا تفهمني أنا ترى ماني رأي شاي. مو شاي. الناس تقول تحبس عقب الفطور بشاي، أنا أحبس عقب الفطور ببيضان. بس على المائدة بمتاوي. فطالما سؤالك على المائدة. من اللي يفوز؟ ليش يفتح حمر ولا ابيض؟ ها ياخذ عينك. احساس يقول البيدان راح يفوز، بس انا صوتي اذا يحط لي التصويت مع البنتو. زين على البنتو. 22-20-90-4 هذا رقم تليفوننا. اللي طالع الحين بمشواره وقاعد يسمع اذاعه تلفزيون مارينا، حياك او حياك ياك سلاش. بدت ثلج. هبه اول اتصال. هبه. البنتو ولا البيدان؟ البنتو. الله عليك. الله عليك هبة، صوتها الأول إلى البنتو. شكرا البنتو. مبارك عليك الشهر يا هبة. 22-20-90-4 الاتصال الثاني. أنا من بوغازي. بوغازي أنت عزغاليك، تروح مع البنتو ولا البيضان؟ شوف أنا عندي شيء غريب. شلون؟ أنا ورب الكعبة. صاد. يمكن تضحك وجربوها. يلا ميكس. أنا خلطهم اثنين ميكس عارفك. يا ولنا ويلا البيضان إذا بروح البيضان. بس شنو اللي يطغى عشان أحط صوتك؟ حط صوتك البيضان. البيضان. شكرا البيضان. 1-1 ديربي البيضان والبنتو. والله مسوي ميكس. ألو قوة بغاسك. هلا والله شلونك من معي؟ جميلة. بيروح صوت جميلة للبيضان ولا البنتو؟ البنتو. شكرا جميلة، مبارك عليك الشهر. ذكريات وياك. ذكريات. الله يا ذكريات. احنا عيال البيضان. الله الله الله. شكرا ما شاء الله. ذكريات البيضان. الو قوة. والله تعادل. الو عامل وطيس التصويت. الو عليكم السلام. بيمتو ولا البيضان؟ لا البيضان. شكرا البيضان. البيضان قال بريان. البيضان. لا والله البيضان. قال بريان. والله البيضان. كيفك دلال وياك؟ دلال ترى احنا الحين بتحبين على الدنيات. حلو دلال. البنتو ولا البيدان؟ دلال شو اللي يدلل ما قدتك، البنتو ولا البيدان؟ راح الدلال. راح الدلال دق علينا مرة ثانية. إبراهيم يا أبو خليل. إبراهيم هل تسمعني يا إبراهيم؟ ألو هل تسمعني؟ هلا بالغالي. ويعز غاليك إبراهيم حبيبي. البيدان ولا البنتو؟ أكيد بيمتو. بيمتو. شكرا شكرا مبارك عليك الشهر يا أبو. أنا ما شفت تصويت كذي. ثلاثة والله قاضبين مع بعض. لا متقاضبين. ما شفت تصويت كذي صراحة للحين. 22-20-90-4 هذا رقم التليفون، سجلوه. 22-20-90-4 البيمتو ولا البيضان يا دلال؟ ألو عواطف. هلا عواطف. عواطف بيمتو ولا بيضان؟ بيمتو معبود الجماهير. شكرا شادية مبارك على الشهر. سارة وياك. سارة يا سارة أسريني برأيك يا سارة، البيضان ولا البيمتو؟ بيمتو أكيد. يا سلام بيمتو. والله فرق البيمتو. شكرا قام يروح البيمتو. راح قام يروح البيمتو. وهل البيضان؟ إيك الاتصال من منى قوة. منى السلام عليكم. عليكم السلام. بيمتو ولا بيضان؟ البيمتو. وذكرتني على أيام بيت أبوي بالثمانينات قبل الزواج. كنت أسوي أنا البيمتو، أنا اللي أسوي، أنا متخصصة فيه. فكنت أسوي جدر الكبير لأكبر شيء وقصة بالفريزر. يصير سلاش. وخلي لي الفطور وتعال اشرب. هذا الله صدق. عساك على القوة. البيمتو شكرا. راح البيمتو مشى. بو عاشور قوة. بو عاشور حبيبي. هلا بو عاشور بيداني. الماي ورد. الماي ورد ويا
وبيمتو شيء جبار. الله عليك. يبرد على الكب. يسرسح. مبارك عليك الشهر. حبيبي أبو عاشور. حبيبي أبو عاشور. الآن يعني سبعة. لا فرق. سبعة ثلاثة. فرق تو فويت. فوتين ويفوز ببيمتو. يلا على 22-20-90-4 صوتكم بيروح حق منو؟ والله يا أهل البيدان. إيمان. البيمتو راح. إيمان وين بيروح صوتها؟ إيمان يا تعدلين الميل يا تودين البيمتو اللي فرق الصوت. هلا والله شلونكم؟ يزيدك بركة وعافية. بيمتو ولا بيدان؟ البيمتو. البيمتو. شكرا شكرا شكرا. صوت ويفرق. الصوت الأخير لمن؟ يأتيك من أبو محمد. أبو محمد يسعد لي مساك يا حبيبي. هلا والله. مبارك عليك الشهر مقدما يا أخوي. عليك. البيدان يقول ولا البيمتو يحكي؟ ما عرفت صوته؟ أبو محمد. ما أنا ما سمعت. أخا يا أبو طلال. شو ما عارفك؟ شو ما عارفك؟ كبيرهم؟ لا أنا عارفة. يا ابن الأوادم ترى. حيا الله صالح دوية. الله يهديك. ساعة المبارك أبو محمد. حبيبي. أقول ولا إحنا عليك كنا. عيد راسي قريبة موجود بالنادي. أبو شارد العود. عندنا أبو شارد صغير وعندنا أبو شارد العود. أبو محمد صوتك وين يروح طال عمرك؟ البنت جربناها بالمجلس ما نفع البيضان. شكرا شكرا محمد. عتيج من يوم يومك. عتيج من يوم يومك. عتيج ربي يطول عمرك. صالح دوايخ مشكور يا حبيبي. أم عبد الله قوة. هلا 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 شكرا يا عبد الله. مبارك عليك الشهر. البيمتو ينتصر. بيمتو. البيمتو راح بفارق 5 أصوات. مع انه والله كانوا قاضبين. كانوا قاضبين. بس اهل البيمتو والله. علي وصل متاخرا. ماذا يقول علي؟ علي؟ علي يا تزيد الشيله يا. الو هلا. علي. هذا علي. هذا علي. انت علي يا بعد عمري. علي. أول شيء سؤال، صوتك يحسسني إنك برشلوني. لا أنا مو برشلوني. عيل شنو يا علي؟ مانشستراوي. مانشستراوي. دام إنك خسران يا علي، دام إنك خسران أمس ومانشستراوي، ممكن تقولي اسمك الثلاثي أول شيء؟ علي عبد الوهاب. القلاف. والله مليون نعم. اسمع يا ولد القلاف. دوانية المارينا تقدم لك دعوة غدا أو عشاء من اختيارك لمطعم الستينات. تي تاخذ يا علي القلاف تي تاخذ الدعوة هذه هني من إدارة مارينا ميديا تلفزيون إذاعة في مجمع المارينا ويا مال العافية عليك. وخلي أذكرك مطعم الستينات عندهم فرعين، واحد بحولي بشارع بيروت والثاني أنت يا في الأفنيوز السوق القديم. عليك بالعافية. بس قولي صوتك وين بيروح؟ يا مال العافيه حبيبي. عفوا مشكور انت. قواك الله. يلا شكرا شكرا شكرا, شكرا, شكرا. مع اتصال من ابو بدر. ابو بدر قوه. هلا وغلي. هلا والله شلونكم؟ الله يحفظك. بركه وعافيه. لا لا انا يعني من عشاق البيذان صراحه. يعني تضايقت جدا. وصلت متاخرا. وصلت متاخرا يا ابو. وصلت متاخرا جدا والله. جدا. فاعتذر للبيذان واعتذر لمحبين البيذان. تجيب لنا سحاره المفروض. زين بس سحاره. شو الفرق بين البيذان والبيمتو؟ ترى اثنينهم يعني كل واحد يقول. لا 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 فرق كبير. شلون؟ واحد تحس لين شربته في غبارة الماضي. انت قاعد تشرب كذي وتشم ريحة غبار. في حثاريب لذيذة. ايه في حثاريب. بالضبط بالضبط. لا زين انتوا تخلطونه مع حليب ولا بس مع ماي؟ طبعا التروفة الحين ايس كريم. اي صح والله صح. قاموا يحوسون فيه. يخربون يخربون الطعم. لا لا بس انا العتيج اللي هو صرف. عافية عليك. بدر لا تقول لي ايس كريم شو اسمه فانيلا ما ادري شنو هذه خرابيط. اقول لك احمد عاطف داز لي مسج يقول لي ممكن تشرح لي ابو يوسف هو ايه البيزان؟ البيزان هو بيض
الخحبي عسى الله يحفظكم الله ويعطيكم الف مبارك يا ابو بدر حبيبي ومبارك عليكم الشهر مقدما علينا وعليك ابو بدر صاحبنا ابو بدر نعم ابو بدر بطل القناه المشفره اسمع بطل القناه المشفره تلقاني فيها الحين بعد شوي ادري انت في كل مكان تبارك الرحمن اي بس هناك راح تشوفه قاط الغتره من العلاق علاق علاق بس اقول لا يكون وياك ابو كميل لا بروح متنعز لا ما تسوى يا الله حبيبي يا ابو بدر يسلمك هلا والله هلا والله طبعا تحياتنا لداعمنا طبعا الاول صراحه في شركه قلبسات ونائب رئيس مجلس الاداره ورئيس التنفيذي اخوي هشام اكبر ابو بدر شكرا ابو بدر على كل الدعم اللي قاعد تقوم فيه الو قوه الو السلام عليكم عليكم السلام يعطيك العافيه يسلمك ويعافيك حياك الله الله يحييك هلا والله هلا احنا كانت المفضله بين البيضان والفيمتو اي شربة تيوز لك الفيمتو الفيمتو والفيمتو فاز والفيمتو فاز ومشكوره ويعطيك الف عافيه من معاي معاك عواطف حياك الله يا عواطف الله يحييك هلا بك ومبارك عليك الشهر شكرا شكرا خديجه هلا خديجه شلونك خديجه احنا معودين ندلعها خوخه خوخه شلونك اخترعت بسرعه شفت التليفون اي احنا يعني نلبي بسرعه نلبي خديجه البيضان ولا الشربت؟ البنت الأكيد يعني ملك الصفر أفضل الله يعني أنا أقول ممنوع وزين وخطار وكذي بس ما صيدة نعم عساك على القوة ومبارك عليك الشهر هلا وغلا حياك يا هلا يا هلا يا هلا زين نادر احنا عندنا يعني ذاك اليوم المطبخ اللي تكلمنا فيه كل من يقولنا ليش ما عيدوا المعلومات نبي نتابع نبي يعني كالعاده احنا قاعدين نقول اهم شيء في كل بيت مطبخه صح هذا النفس الجميل لازم يتهيأ له جو جميل عشان الواحد يطبخ وهو مرتاح ترى صدق المطبخ هو المكان الرئيسي أنا أشوفه في البيت هو اللي يلبي احتياجات نداء المعدة نعم إكسينا. هذا اسم البراند مكان متخصص بصناعة المطابخ المجهزة وعالية الجودة صحيح. أهم شيء ركزوا على عالية الجودة ليش؟ لأن عندهم خبرة فوق 50 سنة في السوق صح طبعا إكسينا هي تابعة لأكبر موزع أوروبي للمطابخ الجاهزة أو المجهزة حسب الطلب أنت تبي شنو اللي تبيه يسوونه لك مفصل على قياساتك وذوقك ومواصفات اللي صح. أنت تبيها إكسينا هي ماركة تقدم الإبداع والجودة الخبرة من ناحية التصميم الأداء الاستخدام اليومي التركيب الاستشارة عندهم فريق متخصص يخدمونك بعيونهم عشان يأسسون لك المطبخ بكل حب وتطبخ فيه بسعادة وتوكل كل أهل بيتك وضيوفك من هذا المطبخ السنع الجميل اللي بي على وي بنيان اللي يبي يجدد مطبخه إكسينا من الـ A to Z يعطيك التصميم اللي أنت متصورة لمطبخك الألوان الماتيريال اللي خاصة في المطبخ يوفر لك كل شيء بأعلى جودة شلون لا وهم أكثر من 50 سنة في هذا بطلب. المجال عندهم اختبار للمطابخ يعني بواسطة طبعا خبراء داخل أجواء قاسية جدا جدا ممتاز. علشان يضمنون لك جودة المتانة تحت أي اختبار وتحت أي ضغط وكله طبعا جاي من مصنعهم الكائن في ألمانيا من ألمانيا إيك لبيتك يحاولون التوصيل بأسرع وقت يناسبك ويناسبهم المطبخ مثل ما أنت تعرفه هو أكثر مكان في البيت ينكرف صح. يعني ينكرف كرف عشان كذي وايد خطوة التركيب مهمة جدا بأن تكون القياسات بالملي والأسطح متوافقة ما فيها طلعات ونزلات والدرفة مالت الباب هذه أيضا تكون بيوسف يعني أغلب مركبة بجودة وبعناية على أساس ما يهتري المطبخ بعد الاستعمال على هلس المعلومة اللي تقولها أغلب المطابخ علشان والله هذا يقول لك اللي استرخص اللحمة خانة المرقة ذات الأمر مع المطابخ لكن مع إكسينا ما راح ينطبق عليهم هذا المثل لأن رخاوة اليرارات الدروج الأرفف ما راح تلقى هذا مع المدة أو مع الاستهلاك أو مع الاستخدام ليش؟ لأن قاعد يستخدمون أفضل المعدات وأفخم للأمور بجودة عالية لما تشون حسابهم في الانستغرام المنشن مالهم IXI name
اي اكس اي نيم اكسينا. طبعا من خلال زيارتك راح تشوف الديزاينز، راح تشوف كل العمل اللي هم يقومون فيه، ومن تصميم والوان وما الى ذلك. طبعا اذا انت تبني بيتك او شاليهك او مزرعتك او ايا كان، احلى شيء انك تسوي المطبخ مثل ما قلنا على ذوقك، وتضمن انه يكون على ذوقك ومتركب صح من فريق محترم محترف، وايضا تضمن المتانه والقوه والجوده. زيد عليهم ابو يوسف، انا واحد من الناس اللي ما اعرف، يعني مهما قلت لي التصميم، مهما قلت لي الشكل، مهما خليتني اتخيل، ما راح اعتمد الامر. اكسينا المطبخ اللي راح تصممه بالالوان بالماتيريا بالشكل راح يراونك يا واقع قبل لا يتم تركيبه، عبر تقنية الثري دي يخلونك تشوف مطبخك مثل ما انت راح تشوفه بالواقع في قسيمتك او في مزرعتك او في شاليهك. يعني مع مطابخ اكسينا انت تزور مطبخك المستقبلي قبل لا تدق اي مسمار ببيتك. صح. احنا نترككم، خلص وقتنا وخلص.